الأهلي بيتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة. الأهلي ليس فقط يتصدر المجموعة الأولى ب 13 نقطة، بل هو أكثر فريق في الأربع مجموعات حصولا على النقاط. 13 نقطة هي حصيلة الأهلي من 6 مباريات. النجم الساحلي في صدارة المجموعة الثالثة ب 12 نقطة، مازيمبي في صدارة المجموعة الثانية ب 12 نقطة، والوداد ب 12 نقطة. الأهلي يفوز على كامبالا سيتي برباعية 4-2. الأهداف لوليد أزارو وصلاح محسن، ووليد أزارو هدفين وصلاح محسن هدف وكولوبالي هدف. الأهداف الثلاثة لكامبالا عن طريق نونادا وكمان ماجيمبو وألان أوكيلو. يعني 4-3 نهاية اللقاء، مبروك للنادي الأهلي. هنتكلم في الإجابات الكتيرة جدا في اللقاء بالتأكيد، وتصدارة المجموعة، وبعض الملحوظات أكيد لينا في ملعب الأهلي عشان الاستعداد للي جاي، لأن اللي جاي صعب مش سهل بالتأكيد في طريق النادي الأهلي. كابتن ماهر مبروك. مبروك يا كابتن سيد. مبروك حمادة. مبروك حمادة. مبروك. مبروك يا كابتن سيد. مبروك للنادي الأهلي. مبروك لجمهور النادي الأهلي. النتيجة طبعا. مبروك كابتن أسامة. ألف مبروك لجمال النادي الأهلي. كان الهدف الأساسي إن إحنا كنا بنقول النادي الأهلي النهاردة يكسب المباراة، عشان لو الترجي كسب الناحية التانية لكن تعادل خلاص. فإحنا النهاردة النادي الأهلي كسب وأكد جدارته واحتلاله المركز الأول، وصوله النقطة 13. هيقابل المواجهات التانية المركز التاني في المجموعات التانية. في سلبيات لكن في إيجابيات أكتر. النهاردة النادي الأهلي بيحرز 4 أهداف، دي في حد ذاتها النهاردة إيجابية كبيرة جدا. الفرص اللي احنا كنا بنتكلم عنها خلال الفترة اللي فاتت واستغلال الفرص، النهاردة استغلال الفرص تم بشكل جيد، انك بتحرز هدف، بتحرز 4 أهداف في مباراة، دي حاجة إيجابية. وليد أزارو وعودته للتهديف مرة تانية، والنهاردة يعني أحرز أهداف مميزة وصل جدا، وصل لست أهداف النهاردة وليد أزارو. انت عارف حميد أحداد اللي هو لاعب الزمالك قبل ما ينتقل من الدفاع الجديدي عنده 7 أهداف، هو هداف البطولة. وليد أزارو النهاردة 6 أهداف، يعني قرب وليد أزارو 6، 4 في المجموعات، لكن كان جاب جونين في مونانا، فبتحسبه يعني قول هنا وقول هنا. الأهداف كمان اللي أحرزها النهاردة أهداف مميزة، يعني تحس إن فعلا يعني مهاجم موهوب. من أنصاف الفرص، ومن فرص يعني ممكن تحس إن الهدف سهل، لكن أنت بتشوف التحرك وبتشوف توجيه الكورة، حتى بان في الهدف الأولاني وهو بوجه الكورة في الزاوية البعيدة، في الهدف الثاني وهو واقف بظهره مجرد بيلمس الكرة هو شايف الجول، فده برضو احساسه بالمكان. احساسه بالمكان. طيب النهارده قليلا من الفنيات كثيرا من التوقعات، ده شعرنا في الجزء اللي جاي من ملعب الاهلي. قليلا من الفنيات كثيرا من التوقعات. ملعب الاهلي وصفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي، توقعوا معانا الاهلي في مواجهه مين. قولوا لنا كمان احسن لاعب في المباراه النهارده، لكن كمان لازم تتوقعوا معانا. ويوم 3 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله الرحمن، يعني بعد حوالي قد ايه يا كابتن حماده؟ انت كنت شاطر الحساب. اسبوع بقى ان شاء الله، 5 ايام او 6 ايام بس. يوم 3 يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي النهارده الثلاثاء، يبقى يوم الاثنين الجاي هي قرعه دوري ابطال افريقيا دور الثمانية، بعد ما صعد النجم ومازيمبي والوداد والاهلي كاوائل المجموعات، ومعاهم اول اغسطس من انجولا، وفاق الصيف من الجزائر، وحورية الغيني من غينيا، وكمان الترجي التونسي اكيد من تونس. فبالتالي الاهلي في مواجهه ثلاثيه او في قرعه هتبقى واحد من الثلاثه اللي جايين، يا حورية الغيني، يا وفاء الصيف، يا اما اول اغسطس. قرعه الاتحاد الافريقي يوم الثلاث صحيح، لكن قرعه ملعب الاهلي النهارده بعد نص ساعة من دلوقتي ولا حاجة، هنجري قرعة هنا معانا في ملعب الأهلي. يعني إحساس وأجواء وأحوال القرعة بجد هتبقى هنا. هنشوف مين من الكباتن هيختاروا الفريق اللي هيقابلنا. المباراة الأولى يا كابتن هتبقى يوم 15 و16 أو 14 15 16 9، واللي بعدها بأسبوع على طول 21 22 23 9. وانتوا شاركونا بقى على صفحتنا على الفيسبوك، توقعوا مين احسن لاعب الاول في اللقاء من وجهه نظركم، ومين كمان اللي هيقابل النادي الاهلي. كابتن ماهر قول لنا رايك كده في اللقاء بشكل عام. مبروك للنادي الاهلي النهارده. كمان عايزين نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، وجمهور بقى النادي، عائله النادي الاهلي النهارده اللي ملت الاستاد برج العرب يا كابتن سيد. يعني شكل الجمهور يفرح، الجمهور بيدي حماس للعيبه، اللعيبه بتتحمس بشكل كبير جدا مع عوده جمهور النادي الاهلي اللي هو بيعتبر شريك هؤلاء اللاعبين وهؤلاء النجوم
في البطولات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي. فدي يعني تحيه خاصه لجمهور النادي الاهلي بصراحه. والنهارده يمكن المكسب يعني تقيل قوي، احنا قلنا اهداف لكن ما كناش متخيلين الاهداف كتيره قوي، 4-3 وبرده 3 مش حلوه. طبعا اذا كان 4 لينا كويس لكن 3 مش كويس بالظبط. في ايجابيات واضحه قوي من خلال الاهداف اللي احنا قدرنا نسجلها وبشكل منظم وبشكل فيه جمل تكتيكيه والشكل اللي فيه احترافي. في نفس الوقت في سلبيات كمان لازم نستفيد منها كابتن سيد، عشان احنا رايحين للدوري المجموعات الاقوى في المرحله اللي جايه. خلينا نقول الايجابيات دلوقتي وبعدين السلبيات. عندنا في متمثله في ثلاث اربع نقاط. واحد، ثلاث اهداف وده كتير، ثلاث اهداف في مباراه واحده كتير. انا عايز اقول لكم ان الاهلي لعب في البطوله ديت مثلا 8 مباريات، 8 مباريات دخل في 6 اهداف، 6 منهم 5 من الفرقه دي، تخيل 5 فعلا، 5 من الفرقه دي من اصل 6، 3 او 2 وجاب 16 هدف. مظبوط. فالنهارده لا، الاهلي جاب اكتر من 16، اكتر من 16 هدف طبعا. ده الاهلي في 8 مباريات، الاهلي جاب في لا ليه 16 هدف، 16 هدف لا في دوري الابطال هنا لعب 8 مباريات، 8 مباريات فاز في 6، تعادل في مباراه، 16 هدف، هزيمه في مباراه كان بقى 16 هدف وعلي 6، علي 6 اي خدمه يا كابتن. فاكر كلمه. فالنهارده عايز اقول لك ان واضح قوي طبعا ان ازار بيعتبر يعني نجم المباراه الاوحد من خلال الشوطين. عايز اقول لك النهارده ان اطراف النادي الاهلي كانت مؤثره بشكل كبير جدا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال بخبره احمد فتحي طبعا. الكورسات العرضيه اللي كانت مؤثره من خلال احمد فتحي، وفي نفس الوقت تسجل منها يمكن الهدف الثاني لازارو والهدف الاولاني يمكن من الجبهه الشمال اللي موجود عليها علي معلول، عامل 2 اسيست وعمل فتحي عامل واحد صراحه. يعني فتحي عامل واحد طبعا تقمص فيه دون بيكم، عارف بيكم مرقص ترقيصتين قبل الاوفر بالشمال، الاوفر بالشمال. ومن ضمن الايجابيات كمان يا كابتن سيد ان ازارو يمكن حتى كان اسامه بيعلق بيقول ان ازارو اضاع في مباراه يمكن حرس الحدود الاخيره، لكن قدر النهارده واحده قريبه من الاهداف اللي هو سجلها النهارده. طبعا ازارو بياكد ان هو مهاجم من الطراز الثمين، واهدافه كلها يمكن بمهاره ضرب الكره بالراس وهو بيجدها بشكل جيد صراحة. يعني طبعا مش موجود، بتحس بالخطوره اللي انت فيها موجود، حتى لو بيضيع بتحس بخطوره شديده جدا. طب ما زلنا في الايجابيات كابتن حماده صدق، تضيف حاجات على اللي قالها كابتن ماهر؟ الايجابيات يعني هي اللي هي التحركات الجيده بتاعت ازارو كانت بتتحرك بشكل جيد جدا. الاطراف علي معلول وهو احمد فتحي من الحاجات الايجابيات. حسام عاشور اتكلم على النقط كانت المنوره في الماتش، يعني المباراه طبعا المباراه خلال المباراه كلها في اوقات كثيره الاهلي وقع فيها عدم التركيز. طول ما انت بتسبق بهدف بعمل شويه عند لعيبه النادي الاهلي انت طول الوقت انت اللي بتتقدم. يعني المشكله كان بلا هو اللي اتقدم عليه كنت هتخش في معاناه، لكن طول الوقت انت بتجيب هو بيتعادل بتعادل بعد كده رحت فرقت بهدفين. دي بتديها النادي الاهلي شويه اللعيبه في الملعب حسوا الماتش سهل، الماتش فيه مساحات بنعرف نروح كويس جدا، فما كانش فيه تركيز في كور الثابته، كانش فيه تركيز في حاجات كتيره صح. لكن الاجابات اللي قلت لك عليها الناس اللي كانت واقفه صح في الملعب طبعا سليف كولوبالي وسعد لكن كان عندنا مشكله برضه في العمق الدفاعي نفسه من حسام، طبعا خروج السوليه طبعا اثر بشكل كبير طبعا. ما كنتش جامد بسيطه شكل السوليه كان بيبكي فحس شكله حس بحاجه جامده فيها. طب يا جماعه حاولوا تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي هناك من خلال بقى كريم احمد كده فالمباراة بحد ذاتها طبعا الفوز وبالنتيجة كبيرة 4 ده الإيجابيات اللي موجودة. تحركات أزارو يعني بيأكد اللي هو هداف الموسم اللي فات وأحسن فرد موجود في الدوري المصري وبيوصل بشكل كويس جدا، تواجده في الأماكن، إحساسه بالمكان، الحاجات دي إيجابيات كتيرة جدا طبعا للنادي الأهلي. طبعا في ملاحظات على بعض اللاعبين في مستواهم طبعا، يعني حمودي شويه بعيد عن على الفورمه، محتاج لسه كتير. ناصر ماهر النهارده ما عجبنيش. ناصر ماهر كان قبل كده كان كويس قوي وكان قلت ده اللي بيعمل الربط بشكل جيد، حتى الراجل راح قالب على طول الطريقه وشال صانع اللعب ابتدى يلعب براسين حربه. هو عايز يعني الواضح ان مستر كارتيرون في المستقبل عايز يعتمد على الاثنين مهاجمين ويقدر يخلق مساحات من الاطراف. النهارده الاطراف عملوا شغل كويس قوي، الاطراف
كان الباكين او الهافين يعني التحركات نفسها ثلاث اجوال بيأدوا بشكل كويس واحمد فتحي بيأدوا بشكل كويس يعني اللي بيوصل احمد فتحي للمكان دوت تحرك الهاف اللي معاه اللي بيوصل معلول للمكان ده يعمل الاوفر صح المساحه اللي اتخلقت له مين خلقها له okay. اللي بيخلقها له الراجل اللي بيلعب قدامه كان اسلام محارب كان مؤمن لما نزل قدروا النادي الاهلي قدر يخلق المساحه اللي كان مستر كرتونه عايزها اللي انا اوصل من بره واعمل ومعايا اتنين راس حربه بيأدوا بشكل كويس اظهروا طبعا رائع في الحته ديت النهارده كان تواجده في 18 في اماكن كويسه جدا في عندنا في عمق الملعب في الناحيه الدفاعيه في مشكله كبيره مشكله ممكن سبب ممكن ناصر ماهر في الاول حمودي في اوقات معينه من المباراه حسام عاشور مع السوليه المساحات اللي كانت موجوده واتكلمنا عليها في اثناء الدوري ظهرت شويه النهارده كنا متوقعين ان فرقه كامبالا هتلعب نفس الشكل دوت وهتلعب جيب مفتوح وهتهاجم ما عندهاش حاجه تبكي عليها وده اللي حصل يخش فيه زي ما يخش لكن هو بيوصل وعايز يجيب اهداف ووصل بشكل كتير جدا هيحسب له برضه طبعا حقيقة. هو ما عندوش ضغط بيلعب ما عندوش ضغوط خالص فبيلعب مستريح بيظهر قدراته الموجوده يمكن مباراه الشهره يعني اكتر يعني لعيب ظهر بشكل كويس جدا لكن عندهم طبعا اخطاء كتيره طبعا اللي احنا قدرنا نوصل ونجيب اربع اهداف طيب كابتن اسامه من ضمن الاجابات برضه المهمه النهارده هو دخول صلاح محسن واحرازه للهدف الثالث ليه هو الشخص عليك. على التوالي اول هدف كان في مباراه دجله كان هدف يعني مهم جدا في المباراه الهدف بتاع حرس الحدود وهدف كامبالا النهارده فبرضه النهارده ثقه صلاح محسن في حته احراز الاهداف وحتى النهارده انا يعني لما حسيت بدخول المباراه ورغبته وهو داخل لا ده انا عايز اعمل حاجه وهو ده دايما احساسنا بيه واحنا بنتفرج عليه سواء ما بيبدا المباراه او لما بينزل الشوط الثاني بيحس انه دايما عايز يغير وهي دي الحاجه الايجابيه في صلاح محسن فدي من ضمن الاجابات المهمه جدا النهارده من ضمن الاجابات برضو النهارده سليف كلوبالي واحنا كنا بنتكلم قبل المباراه وقلنا من الحلول الهجوميه للنادي الاهلي ومفاتيح اللعب المهمه هي الكرات الثابته النهارده برضو كلوبالي بيطلع ما بيحرسش بدماغه الهدف لكن رد فعله الكره بتجيله بسرعه على صدره بيستلمها احنا ما عندناش الحقول ان احنا ممكن ننا لكن النهارده وتسديدته بسرعه فدي برضو من ضمن مفاتيح اللعب يعني بنربط بالاحداث المفاتيح اللعب الهجوميه المهمه جدا عندك هو سليف كلوبالي في الكرات الثابته اي مباراه تلعبها لازم يبقى فيه سلبيات يعني ما فيش مباراه مهما هتكسب لو كسبت حتى 5 وال5 0 برضو او 4 0 هتلاقي فيه سلبيات لكن احنا النهارده داخلين بعد كده في مرحله اعلى مرحله لا تتحمل اي اخطاء مرحله مهمه جدا فالنهارده فرصه انك انت الاخطاء بتجيلك بدري الاخطاء تقدر تصلحها كارتيرون النهارده بدا يعني خلاص يبدا بقى يعني النهارده اللي ممكن تبقى المباراه التاسعه ليه او الثامنه ليه مع النادي الاهلي يبدا بقى يحط ايده على السلبيات في النادي الاهلي يبدا يعالجها بشكل افضل. النهارده برضو من ضمن الاجابات المهمه جدا النهارده احمد فتحي وعلي معلول بقى عندك الاطراف النهارده مفتاح لعب مهم جدا 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 في النواحي الهجوميه صحيح. علي معلول ما شاء الله النهارده عامل جبهه النهارده كرات عرضيه خلينا ازيدك من شعر بيت انت عارف ان علي معلول ده الاسيست السادس ليه في البطوله؟ في البطوله السنه دي ده الاسيست السادس ليه يعني واحد بيلعب باك ليفت عشان تعرف اهميته الارقام دي مهمه جدا يا كابتن مهمه جدا عشان عنده التلت الاخير بيعمل رهيب رهيب احمد فتحي النهارده برضو بيفكرنا كده بجيلبرتو جيلبرتو يعني. وفتحي النهارده عامل احمد فتحي النهارده برضو هايل ممتاز ما شاء الله عليه بالرغم برضو ان مفتاح اللعب بتاع كامبالا لوغاندي كامبالا هو كان في الناحيه الشمال فهو برضو كان قافل كامبالا بشكل مصطفى كيزا اللي احنا عملنا معاه مقارنه وده كان لعيب كويس كان احمد فتحي برضو قافل هناك ناحيته بشكل مميز حتى الكرات اللي جت يعني هو الهدف الاولاني اللي جه كان احمد فتحي طبعا يعني مش هقول اتاخر فيها لا هو الراجل جات له عملها بسرعه ما كانش فيها رقابه في 18 من ضمن برضو الايجابيات المهمه جدا النهارده في النادي الاهلي من الحاجات اللي احنا ما شفناهاش بقى لنا فتره في المباريات اللي فاتت هي عمليه الضغط بص كنت طلبت انت كره يا كابتن اسامه يعني شبيهه هات سمير كنت انا طالب ده الهدف الاولاني بتاع وليد ازارو مين اللي هيرفع علي معلول هي نفس اللعبه بص وليد ازارو وتحركه قاطع نفس الهدف برافو عليك هي نفس اللعبه اللي ما شافش الجول يشوف دي هو ده بس وجه برضه نفس التوجيه دخل الجول هنا في هنا سبق بسرعه وركب الكوره في الهدف النهارده قصاد كامبالا هنا يعني ما لحقش
يعني لحق يلمس الكوره بس نفس التحرك. ما هو وليد ازار النهارده احنا كنا بنتكلم عليه وبنديله دور واهميته، هو نفس التحرك. علي معلول بيتحرك كويس جدا في المساحه وبيعمل بيعمل الكره اللفه من ورا المدافعين، وهو مميز بها جدا النهارده. حتى كمدافع لو هو سبق ممكن يحط الكره في نفسه، فالنهارده نفس الهدف اللي شفناه بتاع وليد ازارو النهارده هو ده نفس اللعبه. انا قلت ان وليد ازارو بس عنده 6 اهداف وعنده 6 اهداف، لكن مالونجو اللي هو لاعب مازيمبي هو اللي عنده 7 اهداف. 7 اهداف يعني في فرق هدف واحد. فقادر وليد ازارو ان شاء الله خلال الفتره الجايه ممكن نشوفه هداف للبطوله الافريقيه. عوده مؤمن كمان يا اسامه، عوده مؤمن ايجابيه ايجابيه يعني. انا النهارده الايجابيات كابتن ماهر عمليه الضغط اللي احنا ما كناش بنشوفها في المباريات اللي فاتت في وسط الملعب او الضغط العالي على المنافس، النهارده شفنا النادي الاهلي كان بيضغط، كان بيستخلص الكوره وكان بيعمل الهجمات السريعه على طول، ودي كان بيعملها بشكل كبير. احنا لو قيمنا كمباراه كمجمل مباراه الشوط الاولاني النادي الاهلي استحوذ يعني هنقول 90%. النهارده هدف 35 الدقيقه الهدف 35 الاهلي كان كويس جدا الهدف جه في الدقيقه كام يا كابتن سيد؟ الهدف جه في الدقيقه 40 الشوط الاولاني احنا جبنا في الدقيقه 23 احنا 40 هو تعادل، الاهلي جه في الدقيقه 50 في بدايه الشوط الثاني 54 اتعادل 62 و70 الاهلي وهو 82 اتفضل. فهو الدقيقه النهارده الاهلي سيطر تماما على الشوط الاولاني، هي بس بعد الدقيقه 35 و37 بدا الاول يعني نص الملعب النواحي الدفاعيه ان انا ارجع، هي دي اللي كان فيها يعني كسل شويه، لكن النهارده ككامبالا سيتي هي كانت الفرصه، هي دي الفرصه الوحيده. لو كان فيها رقابه من الاول من سعد سمير وفيها يعني خروج كان خروج خاطئ شويه من الشناوي، النهارده الشناوي يعني برضو مش عايزين نقصوا على الشناوي، الشناوي جون كبير لعب الفترات اللي فاتت بتحصل في احسن الحالات لكن مميز. لكن انا بقول لك لكن محتاج ان هو يقف برضه ايوه لازم يبقى في وقفه حتى مع نفسه، والحمد لله ان الخطا بيجي في مباراه برضو انت مسيطر عليها انت كسبانها، ان الاخطاء في الفتره الجايه يعني هتبقى صعبه. طبعا لازم تقلل الاخطاء بقى خلاص انتهى الامر لازم تقلل. طيب على صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه الاهلي توقعوا معانا الاهلي لعب مين، عشان في ناس كتير جدا بتقول هو طب هو مين المقترح اللي لعبه الاهلي اساسا يعني، فانا اشرح لكم من تاني. الاهلي هيلعب واحده من ثلاثه، وفاء الصيف اول اغسطس وحوريه الغيني، وفاء الصيف اول اغسطس بطل انجولا وحوريه الغيني، وفاء الصيف بطل اول اغسطس او حوريه الغيني. قرعتنا في ملعب الاهلي هنعملها بعد شويه، انتوا توقعوا مين كمان وقولوا لنا من خلال رايكم من خلال مشاهدتكم اللقاء مين احسن لاعب في المباراه. نروح على طول لبرج العرب ونشوف كريم احمد محضر لنا مين اللعيبه ونرجع لكم من جديد. مستمرين معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ كل نجوم الاستوديو التحليلي، بنبارك من جديد للنادي الاهلي، ويمكن اكيد طبعا فرحه كبيره للنادي الاهلي، التاهل كان مضمون لكن الفوز اكيد النهارده بيمثل بشكل كبير جدا. معايا اكرم توفيق كمان احد نجوم النادي الاهلي النهارده، ببارك لك يا اكرم. مباراه راحت وجت راحت وجت، لكن ثقتنا الكبيره فيكو اكيد النهارده بالنسبه للمباراه، حابب تقول النهارده بعد الفوز؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا انا بشكر ربنا على المكسب. تعبنا شويه في الماتش وربنا كفينا في الاخر، وبشكر طبعا اللعيبه والجهاز الفني والحمد لله رب العالمين يعني على الاداء على اللعيبه كلها، يعني مش اكرم بس، لا اللعيبه كلها كلهم كانوا رجاله النهارده الحمد لله رب العالمين. لكم العذر اكرم لان تلاحم كبير جدا في المباريات، ارهاق كبير جدا، بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ لان كل 72 ساعه مباراه امر صعب عليكم جدا بشكل كبير. لا اكيد، ما اديك شايف النهارده في الماتش عمرو السوليه جاله شد وعلي معلول برده وعاشور اتخبط في ظهره، يعني هنعمل ايه؟ ما دي حال الكوره، لازم نستحمل ونستوعب ان دي كره القدم، واللعيبه طبعا كلها بنفس المستوى واي حد لو نزل هيأدي، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. بعد التأهل بتشوف الفتره اللي جايه ازاي؟ ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا، بتشوف الفتره اللي جايه ازاي في البطوله الافريقيه؟ لا ان شاء الله، انا اقول لك باذن الله باذن الله ان شاء الله البطوله من نصيبنا، بس مش هقول لك على الايام اللي جايه، بس ايه سايبها لله، كل الله ربنا يخليك حبيبي. بنبارك من جديد النجم النهارده كمان كابتن صلاح محسن كالعاده، تألق في التدريبات، تألق في المباريات، مجهود رائع منك يا صلاح، بتحرز هدف واثنين، عندك اصرار كبير، قول لي النهارده الجيم بتشوفه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ الحمد لله النهارده اللعيبه يعني ضغوطات المباراه انت عارف، وقدرنا ان احنا نحقق الفوز برغم الاصرار والعزيمه عند اللعيبه اللي احنا نحقق النتيجه ونتعادل ونكسب، ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي معروف بالاصرار والعزيمه، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز النهارده. كنت متوقع ان الجيم يبقى فيه اهداف يروح ويجي كذا مره، ولا كنت متوقع الجيم يبقى شكله ازاي يا كابتن صلاح؟ لا مش متوقع، لا والله اللي هو يروح ويجي، بس احنا كنا نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق الفوز، واللعيبه رجاله طبعا جدا،
ان شاء الله يعني نقدر، احنا مركزين في بطوله افريقيا وان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. الناس منتظره منك كتير زي منتظره مع كل نجوم فريق النادي الاهلي، شايف الفتره اللي جايه ازاي وبتشتغل على نفسك ازاي الفتره اللي جايه سوا؟ والله انا الحمد لله شغال في التمرينات زي المطوشه وباذن الله انا مركز، لعبت ما لعبتش انا مركز في الماتش اللي انا بنزله 5 دقائق 10 دقائق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نقدر ان احنا ان انا اعمل اي حاجه لجمهور النادي الاهلي وباذن الله موت نفسي على البطوله باذن الله ان شاء الله. حبيبي ربنا مبارك من جديد يا كابتن سيد للنجوم فريق النادي الاهلي صلاح ازار مجهود اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، وكالعاده النهارده زي ما قلنا الجيم راح وجي راح وجي، لكن ثقتنا الكبيره يا كابتن سيد في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكون التاهل من نصيبنا وصداره المجموعه كمان تكون من نصيبنا. مستمرين معاكم كل مشاهدينا كل جمهور النادي الاهلي ولقاءات خاصه عقب الفوز على فريق كامبالا سيتي. عوده لك يا كابتن سيد في هذه اللحظات. يعني مهروش يعني مهروش انا شكرا كريم احمد، يعني ابو وشي سمح وشو سمح اه والله يعني كريم احمد كان بيلعب معايا في فريق النادي الاهلي تحت 15 سنه والله 15 و16 و17 كان مدافع مميز جدا بجد والله، وكان شعره ما شاء الله بس ما اعرفش شعره راح فين. عامل التعريه زينا عامل التعريه كريم احمد. شكرا كريم وشو سمح بجد يعني الناس اللي هي كانت متفائل لا تبص لها ترتاح، في ناس بترتاح كده بالظبط. طيب وانا كمان لما ببص برتاح كده. لا ومراسل كمان يعني على زي ما اسامه قال يعني راجل لعيب كوره يعني راجل كمان فنيا بيقدر يوصل المعلومه بشكل طيب نكمل في الفنيات. اولا يعني قالوا لنا من خلال مراسلنا يعني كريم ومن خلال اتصالاتنا هناك بالفريق ان عمرو السوليه شد في الضمه. شد عمرو السوليه شد ماسك ماسك الضمه في الضمه، وكمان عند حسام عاشور كدمه في الظهر دي ما فيش مشكله، دي يومين هتلاقيها زرقاء شويه وهتلاقيها ما فيش مشكله ان شاء الله. لكن عايزين نطمن كمان على علي معلول لان اكرم توفيق ذكره من ضمن الناس اللي كانت بتعاني في الماتش، فعايزين نطمن عليه. لكن نروح طبعا لعريس، يعني العريس بيتجوز مره واحده اقصى حاجه 4 وليد ازار ما شاء الله بيتجوز كتير قوي 6 مرات يا راجل ده يا راجل ده انت ولا الحاج متولي يا راجل ما شاء الله 6 مرات اطلع يا عم وليد ازار. مستمرين معاك يا كابتن سيد كل نجوم النادي الاهلي وليد ازارو اللي بحييه النهارده. وليد كالعاده الاداء الرائع والمميز والاخلاص الكبير اللي بتاديه وليد. قول لي النهارده الجيم كنت متوقع ان الجيم النهارده يبقى بالشكل ده يجي فينا هدف ومباراه تروح وتيجي، ولا كنت شايف الجيم ازاي؟ بالنسبه لنا حاولنا احنا نحققوا المفاجاه دي انا الفوز باش نسطروا المجموعه. كما كيعرف الجميع هو كثر الماتش الواحد عيان. الحمد لله حققنا المفاجاه ديالنا. كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا احسن مستوى برغم العياء، وكنبغي نشكر الجمهور اللي ساندنا في هذه المقابله، وكان السند ديالنا باش اننا نحققوا واحد 3 نقاط ونصدروا المجموعه ديالنا. الاهداف اللي بتحطها وبتحرزها ده بيديك ثقه كبيره وبترجع لجمهور النادي الاهلي كمان بيأثر بشكل كبير وليد ازار، وبتشوف الاصرار الكبير واحرازك الاهداف ده بيرجع ليه وليد؟ بالنسبه لي انا الاهداف اللي كنحرزها حاجه باش نساند اللاعبين ديالي ماشي ليا انا، ولكن بالنسبه للفريق ديالي كنحاول ان نقدم احسن ما عندي باش نريح صحابي ونحققوا المفاجاه ديالنا اللي هو في الاخير حنا كنلعبوا النادي الاهلي ما كنلعبوش كل واحد راسو، كلنا مجموعه واي واحد ماركه راه هذاك هو المفاجاه ديالنا. اخيرا بتشوف الجمهور ازاي رسالتك ليه، وبتشوف الفتره اللي جايه في المباراه البطوله الافريقيه اللي ان شاء الله تكون من نصيبنا وليد؟ وبالنسبه للجمهور كنقول لهم نحاولوا نساندونا باش اننا نحققوا المفاجاه ديالنا اللي هو ان شاء الله كاس افريقيا هذه السنه هذه ان شاء الله. بنشكر اكيد كابتن سيد وليد ازارو اللي بيأدي اداء اكثر من رائع مع فريق النادي الاهلي، اداء مميز اداء رائع كالعاده. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان عقب الفوز الرائع والمميز لفريق النادي الاهلي. ما بوش سامح، خلينا نقول ان وليد ازارو بعد يعني نسمعها بالروان كده عشان نقول هو قال ايه ترجمه عشان نقول هو قال ايه. طيب كابتن ماهر، يعني الناس متواصله معانا كتير. طيب ماشي، لو بدات تبعت ابعتوا لنا كمان نقرا، خلي الناس تتواصل معانا على طول. توقعاتكم مين هيلاعب الاهلي وفاء الصيف اول اغسطس ولا حوريه الغيني؟ انتوا عارفين الترجي معانا صحيح لكن مستبعد تماما من واجهتنا في دور الثمانية عشان كان في مجموعتنا. حرية الغيني واول اغسطس ووفاء الصيف، كمان قولوا لنا مين احسن لاعب من وجهة نظركم في اللقاء.
طيب قفلنا الايجابيات ولا حضرتك عايز تضيف حاجه؟ انا عايز اضيف اكرم توفيق كمان من الايجابيات النهارده. اه بصراحه اكرم يعني من اللعيبه الديفندرات اللي بتبدا تحط رجليها بشكل جيد. الولد منتظم جدا في تدريباته ومؤدب محترم. لما بتطلب منه جاي ان شاء الله باذن الله واضافه جيده يعني. طيب ده الجول ده القطعة بين حتى كابتن أسامة في الجول كابتن حمادة قطعة سبق هو كان في ظهر مدافع كامبالا لكن يعني قطع قبليه وده الخطفة زي ما بيقولوا سرقة ال ما هي دي بقى اللي ميزته عن مباراة حرس الحدود هنا سبق السبرنت كان أقوى وهو اللي ركب الكورة فعشان كده وجهها زي ما هو عايز في الزاوية البعيد أوكي. نفس اللعبة بدل هو بيعملها هو عارف هو بيعمل إيه فيبقى إذا هو يعني مهاجم مميز جدا. اتفضل كابتن ماهر. فبقول لك كابتن سيد يعني الاجابات النهارده الحمد لله كتيره جدا وواضح ان الفرقه بتتنقل يعني المكسب بيجيب مكسب والثقه اللي موجود عليها اللاعبين ادائهم مع الجهاز الفني حتى في طريقه اللعب لما بتتغير ل 4 4 2 من 3 2 من 4 2 3 1 ل 4 4 2 حتى اللعيبه بتحاول يمكن صلاح محسن بيأديها يعني يقدر يأدي 10 ويقدر يأدي كراس حربه اضافه مع ازارو فواضح ان 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 بدا يبقى في تفاهم من المدير الفني خصوصا ان هو بقى له يمكن دي المباراه يمكن التاسعه او العاشره على التوالي مع النادي الاهلي فاكيد فهم ايه عقليه لعيبه النادي الاهلي بيحبوا ايه بيكرهوا ايه ايه الحاجات اللي يقدر يضيفها بشكل جيد من خلال الارتقاء بمستوى لعيبه النادي الاهلي النهارده يمكن كاردلون من ضمن الحاجات اللي اضافها 22 لعيب بيدوروا في خلال 10 مباريات فانا شايف ان دي برضك من ضمن الايجابيات الحمد لله لكن ربنا يبعد الاصابات عنهم مشكله النادي الاهلي في الاجهاد مشكله النادي الاهلي في الاصابات اللي بتنول لعيبه كمان واللعيبه في اماكن مؤثره زي حسام عاشور زي السوليه يعني احنا 100% مش هيلعب مباراه الانتاج اكيد اكيد فلازم الحلول بقى من دلوقتي ولسه كنا بنتكلم كمان مع الكباتن حماده واسامه انك انت رايح كمان على مباراه في منتهى الصعوبه الانتاج الحربي احنا شايفينه مع كابتن مختار بالنسبه للدوري العام واضح قوي ان فرقه للسنه الثانيه على التوالي مع كابتن مختار في ثبات في التشكيل في ثبات في الاداء عندهم ثقه جدا في الثمان نقاط اللي هم حصلوا عليها طبعا مع النادي الاهلي هيبقى في دوافع كبيره جدا للانتاج الحربي ان هو بيقابل النادي الاهلي واخد بالك ويهمه كمان ان هو ينول من النادي الاهلي فاحنا النهارده كمان رايحين على مباراه في الدوري العام في منتهى الصعوبه اصعب من مباراه كامبالا النهارده. طيب اتفضل برضو يعني من ضمن الايجابيات النهارده كنا بنتكلم قبل المباراه على كولوبالي على الشناوي على السوليه عندهم انذار النهارده لو خد الانذار الثاني هيتم ايقافه في المباراه اللي جايه فالنهارده الحمد لله الثلاثه يعني ما فيش انذارات طبعا نتمنى ان شاء الله للسوليه ان يرجع بسرعه ويكون موجود في المباراه بعد كده في ماتشات افريقيا لكن النهارده برضو كولوبالي والشناوي من العناصر المهمه العناصر الاساسيه فالحمد لله النهارده بقى خرجوا من المباراه المرحله الجايه خلاص كل الانذارات تشال في النادي الاهلي فكل اللعيبه تبقى متواجده ويبقى كارترون عنده جميع القوام الرئيسي للفريق النادي الاهلي لكن النهارده برضو يعني احنا عايزين نعزو كارترون النهارده الناس بتطالبه باداء وبتطالبه بنتيجه النهارده امتى اطالبه بقى باداء لما يبقى عندي القوام الرئيسي وعندي التيم بتاعي كله مكتمل وعندي الوقت الكافي للراحه ان انا اقدر اشتغل كل مباراه زي كل فرق الدوري كل فرق الدوري النهارده انا بلعب المباراه عندي وقت كافي خمس ست ايام ان انا اريح فرقتي اعمل استشفاء اقدر احط الشغل بتاعي للمباراه الجايه فانا بقدر اشتغل الشغل ده لكن النهارده الراجل معذور النهارده كل ما يحاول يجمع الفرقه بتاعته تلاقي النهارده المباراه دي وقع منه السوليه حسام عاشور كادم المباراه النهارده قبل ما يدخل كان وليد سليمان ايقاف كان ميدو جابر اصابه فكل مباراه بيدخل ما عندوش القوام الرئيسي بتاعه ما عندوش ال 22 لاعب بتوعه او 25 لاعب انه يقدر يحط العناصر اللي هو عايز يحطها فاحنا برده لازم نعذره لكن الاهداف اللي هي مطلوبه منه النهارده شارك كام مباراه مع النادي الاهلي بالارقام يعني كارترون النهارده بنتكلم في 9 مباريات مثلا النهارده الحمد لله مفيش ولا هزيمه للنادي الاهلي مع كارترون النهارده محقق برضو رقم من الاهداف جيد كويس وبرضو الحاجه الايجابيه ان هو بيكسب بره ملعبه زي ما بيكسب جوه ملعبه وكسب مباراه صعبه زي الترجي زي تشاون شي كسب 4 ماتشات ورا بعض تشاون شي 2 بره بيكسب فعنده لغه المكسب وان هو يقدر يوصل اللعيبه بكسب بره وبكسب جوه فدي برضو من ضمن الايجابيات عارف يعني انا رقميا مش متاكد قوي الزملاء فوق يقولوا لي إيه؟ يعني متهيألي من فتره طويله قوي 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 الاهلي ما خدش 4 ماتشات ورا بعض فوز
يعني قولوا لنا محمود ومحمود واحمد رشاد ممكن تكون اول مره على فكره افريقيا انا كابتن سعيد افريقيا اربع مرات او اربع فوز متتالي اثنين بره واثنين جوه متهيألي فتاكدوا عشان نقول حاجه معلومه صح وناس بعتها لي يا محمود يا سمير كتير جدا الناس عايزه لازم اتواصل معاها لان الناس متفاعله بشكل رهيب جدا يعني الناس كلها بتتفرج عليك كابتن حماده بيقول لك يعني اجل الساحل شويه خليك معانا انا قاعد معاك وقاعدين الصبح نمشي بعد الفجر ان شاء الله 100 100 ما تنسوش على صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه الاهلي قولوا لنا رجل المباراه اللي هنقرا منها جزء كبير دلوقتي وقولوا لنا كمان توقعاتكم وفاء الصيف ولا اول اغسطس ولا يعني حوريه الغيني في مواجهه الاهلي وفي ملعب الاهلي صحيح القرعه الافريقيه الرسميه هتبقى يوم 3/9 يوم الاثنين الجاي لكن قرعه ملعب الاهلي من خلال الكباتن هتبقى موجوده باجواء مشابهه جدا للاتحاد الافريقي. عايز تضيف حاجه كابتن اسامه قبل ما ننهي حاجه ثانيه؟ يعني دي كان ضمن الاجابات اللي انا عايز اتكلم فيها لازم نعذر كارترون الراجل زي ما قلت برضو عايزين ناكد على النقطه دي ما عندوش القام الرئيسي كل مباراه لا ده انت كل مباراه بيقعد يلملم في اللعيب النهارده موضوع الاستشفاء برضو انت بتخلص المباراه بتعمل استشفاء وانت في اوضه اللبس النهارده برضو لاعب الكره محتاج راحه مش الراحه مش هي استشفاء بس الراحه انك تبعد عن الملعب عشان تقدر تشتغل تاني بشكل افضل هو مش لاقي الكلام ده النهارده مش لاقي وقت النهارده 28 انت هترجع من اسكندريه سفر عشان بعد 3 4 ايام هتلاعب الانتاج الحربي فانت على طول داخل هي ممكن يبقى في فتره توقف بعد الانتاج الحربي بقى فتره توقف المنتخب لكن هنعذر اللعيبه برضه هترجع على افريقيا هترجع على افريقيا خد بالك برضه اللعيبه لما قاعده من يوم الجمعه للثلاث في اسكندريه في معسكر دي في حد ذاتها في بدايه الموسم وانت ماتشات ورا بعض بتعمل حاجه ملل يعني حاجه عند اللعيبه لازم يعمل استشفاء كويس لنفسه بره بالظبط في اليوم الراحه اللي بياخده لازم ياخد يوم يستمتع بيه بره الكوره خالص ده مهم جدا يمكن انا كنت عايز اكمل الكلام اللي بدا اسامه يمكن انا سالتك النهائي امتى في حسبه لمستر كارتيرون لغايه ما ينتهي من البطوله الافريقيه حسبه وحاله اللعيبه الاساسيه النهارده ثبت عايز اتكلم بالاسماء ثبت وليد بين القوام الرئيسي في الحاله بتاعته مش قصدي وليد من لعيب ميدو جابر وليد ازارو الناس القوام الرئيسي اللي انت ده ازاي تقدر تعمل عمليه الروتيشن والتغييرات ممكن النتائج ما تساعدكش في الدوري لكن انت عندك شهر مهم جدا لتتحافظ على القوام الرئيسي ده عشان البطوله بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا بالنسبه لك لازم الناس دي كلها تبقى متواجده وعامله استشفاء كويس جدا للبطوله دي في خلال شهرين خلال شهرين عندك بطوله الدوري انت بتادي يمكن الاداء شغال. مش مقنع قوي ولكن بتكسب يعني. الحمد لله بقوه النادي الاهلي خبرات النادي الاهلي فالناس ما تقلقش يعني الفتره الجايه اكيد مستر كارتيرون هيعمل حسبه الحاله بتاعه اللعيبه دي هعمل لك مفاجاه اتفضل نشوف كارتيرون هو نفسه مع كريم احمد ابو شريف نشوف كريم قال ايه مع كارتيرون او كارتيرون قال ايه مع كريم ونرجع لكم جديد. بجد التحيه ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي بنحييه طبعا بنبارك له على المباراه النهارده بيشوف النهارده الجيم ازاي وحابب يقول النهارده على الجيم Ben, on a réussi aujourd'hui tout ce qu'on faisait pas bien ces dernières semaines. Un match au niveau offensif très intéressant. Et tout ce qu'on avait fait très très bien pendant 8 matchs avec un seul but encaissé au niveau défensif a été très très mal fait aujourd'hui. C'est sans vouloir faire la fine bouche, c'est une belle victoire. On est à 13 points, on est premier du groupe. Je suis juste satisfait d'une chose, c'est qu'au niveau du secteur offensif, ça va nous donner beaucoup de confiance. Et au niveau du secteur défensif, ça va nous ramener à beaucoup d'humilité. L'objectif, c'est de se servir des matchs à venir pour vraiment arriver à trouver le parfait équilibre pour être à la fois solide défensivement et performant offensivement. القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية. تلاحم المباريات الكبير بيسبب أكيد أزمة للجهاز الفني بنفقد عدد كبير من اللعيبة، النهاردة عمرو السولية ميدو جابر فقدناه، بيتعامل إزاي؟ لأن كل العذر أكيد لمستر باتريس في الموضوع ده.
Non, je ne cherche pas d'excuses. Ce n'est pas nous qui décidons du calendrier. L'objectif, c'était à la fois de redevenir compétitif, d'avoir un état d'esprit formidable. Mais quand on est à la liste, ça passe par le fait d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on est premier du championnat, on est qualifié en quart de finale de Champions League. Et je pense très honnêtement qu'on est encore à 60 ou 70% de notre potentiel. Donc, on va mettre à profit les prochains jours et pour, on va servir de la trêve internationale pour vraiment faire passer un cap supplémentaire à l'équipe. نشتغل فترة الأجازة للتوقفات للماتشات الدولية عشان نشتغل كويس على لاعبين ويصلح الأخطاء. فوز على التوالي في البطولة الأفريقية الجانب النفسي اللي بيتكلم عليه مستر باترس مع اللعيبة ده مأثر بشكل كبير جدا وبينعكس على اللاعبين بشكل كبير جدا. Ce que je veux surtout, comme je l'ai dit, c'est que même dans les jours où on joue pas très bien, on a un état d'esprit qui nous permet de quand même gagner les matchs. La difficulté, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est qu'au niveau physique, ce qu'on fait, c'est exceptionnel. Parce que jouer et enchaîner les matchs tous les trois jours et les déplacements et rester performant, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, c'est pas toujours top. Mais par contre, on est présent au niveau des résultats et ça, c'est le plus important. Thank you. See you. بنشكر اكيد يا كابتن سيد مستر باتريس كارتيرو وكابتن محمد يوسف كل الجهاز الفني الحقيقه على المجهود الرائع زي ما بنقول تلاحم المباريات الكبير بنفقد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي في الاصابات والاجاده النهارده فقدنا عمرو السوليه كنا فاقدين ميدو جابر ان شاء الله بنتمنى خلال الفتره اللي جايه ما يكونش في اصابات ما يكونش في اجادات لعيبه النادي الاهلي تحافظ على المستوى الرائع والمميز اللي ماشي بيه في البطوله الافريقيه في البطوله العربيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام بكده يمكن حتى هذه اللحظه تكون انتهت كواليسنا كابتن سيد ولقاءاتنا عقب فوز النادي الاهلي على فريق كامبالا مباراة كانت أكثر من رائعة في انتظار المزيد إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي يحقق نقاط مباريات القادمة في البطولة العربية والبطولة الأفريقية وأيضا كمان في بطولة الدوري العام عودة ليك يا كابتن سيد وكل نجوم من استوديو التحليل مجهود جبار يعني كل فريق العمل هناك محمد ذكروني بيقولوا لي لو الناس هناك بتقوم بالتغطية يا جماعة لازم تقولوا أسمائهم يعني كريم ومحمد ذكروني والمجموعة اللي هناك المصورين مش عارف هيثم ولا مين اللي هناك لازم تقولوا لنا كل الأسماء لأن هم فعلا يستحقوا الشكر عاملين مجهود رائع جدا جدا كابتن حمادة لو حابب تعقب على كلام كارتيرون اتفضل انا عجبني كلام كارتيرون النهارده قبل كده كان هو بيقول يعني بيدي عنوين من بعيد لكن النهارده بيتكلم بصراحه يمكن هربط بتصريحاته دي على الناحيه الدفاعيه والهجوميه بيتكلم عليها اول تصريح جه اتكلم فيه في اول ماتشين ثلاثه قال لك انا لقيت فيه مشاكل في التماسك الدفاعي فاشتغلت عليه بشكل كويس جدا والفتره اللي فاتت دخل فيها هدف واحد كلمة النهارده بيقول لك لا النهارده اللي عملته كله الفتره اللي فاتت رجع تاني رجع تاني فهو بيتكلم لكن هو مبسوط جدا من التطور الهجومي اللي موجود في اداء النادي الاهلي وقال لك انا راضي بنسبه 60 70% وده منطقي جدا وهو بيتكلم كويس جدا يعني النهارده كلامه فعلا هو شرح الموقف بشكل كويس واقعي ومنطقي جدا جدا طب حاجه ثانيه برضو ان هو قال لك انا عايز فتره يبقى فيها توقف عشان اقدر اصلح الاخطاء ان هو مقتنع ان في اخطاء وعايز يوصل بالنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي للشكل الافضل ان هو بيقول لك انا 60 70% لا اذا في احسن بس هو محتاج فتره توقف ده عشان يعالج الاخطاء النهارده كل 3 4 ايام انت ما تلحقش تصلح الاخطاء انت تمرينك ما بتلحقش ده كله استشفاء وتدخل معسكر مباراه فانت هو محتاج بس فتره توقف دي يبدا يصلح الاخطاء هنبدا نشوف شكل ان شاء الله للنادي الاهلي افضل كمان مع كارتيرول وهي حتى تصريحاته النهارده يعني انا مبسوط جدا بالتصريحات اللي هو بيقولها بيقول لك ان شاء الله هنقدر برده خلال الفتره الجايه يبقى في توازن في الدفاع والهجوم زي ما احنا بنحافظ في الشكل الدفاعي بتاعنا ما يدخلش فينا اهداف برده هنبقى في نفس الوقت في المباراه بنطور الشكل الهجومي بتاعنا في نقطه كمان كابتن سيد يمكن حماده لمح ليها مهم جدا ان انا خلال البطوله ديت البطوله المحببه لينا اللي بقى لنا يمكن 4 5 سنين بطوله افريقيه مهم جدا يا كابتن سيد انك انت الفتره الجايه الاستشفاء والاصابات واخد بالك واللعيبه الاساسيين اللي اتكلم عليها حماده ان انا اوصل بيها لمرحله النهائيات واخد بالك دي هتفرق معايا بشكل كبير جدا انا عايز ارجع للعام الماضي
في وجودهم يا كابتن سيد. يمكن الاخفاقات اللي حصلت في اخر خمس مباريات انتوا غيابات اثرت معاكم بشكل كبير، منها اجهاد ومنها اصابات. فانت النهارده من غير وليد ازار، معلش ناس تلعب من وليد ازار اللي جاب 6 اهداف، تلعب من غير علي معلول اللي عامل 6 اسيست، فرق من غير اجاي فرق بشكل كبير. فالنهارده رؤيه الجهاز الفني تبقى لازم رؤيه مستقبليه، لازم عنده رؤيه بعيده شويه، لان هو طبعا راجل هيد كوتش وعلى اعلى مستوى، هو اللي المفروض يفكر عنده الاستراتيجيه ديت. فلازم هو يفكر في قدام شويه ازاي هيوصل بالفرقه لدرجه الاستشفاء اللي هي 100%، وجود مع اللعيبه الاساسيين اللي عندها خبرات بشكل كبير جدا، عشان المرحله الجايه في منتهى الصعوبه بالنسبه لنا. طبعا واحنا يهمنا البطوله دي على اعلى، يعني احنا التركيز حزبه تقيله قوي. ازاي اقدر اللعيبه اللي عندي ال 25 لعيبه المقيمين في الدوري، عندي المجموعه من الناشئين، ازاي اقدر احافظ على المجموعه بتاعتي اللي هي توصلني خلال الشهرين دول؟ مهم جدا جدا، عندي خلالها ماتشات في الدوري بالظبط، فالاستشفاء مهم جدا. طبعا في حاجات على اعلى مستوى طبعا في الاستشفاء في النادي الاهلي طبعا، مش طيب اكيد يعني. انا ليه هديه المفروض عندكم فعلا، اول اربع مباريات ورا بعض المفروض بقى مين هيديني هديه؟ ارقام اربع مباريات غير البيتزا بتاعت مين هيديني هديه؟ لا انت المفروض تبقى عارف الكلام ده، انت راجل اللي قعدت سنين بتدير كوره و طيب هو فعلا اول اربع التاريخ. اول مره اربع مباريات متتاليه في التاريخ اول اربع مباريات افريقيه 2005 في بطولات افريقيه. طب احنا ما لناش هدايه في الحاجات دي ولا 2005 الاهلي كسب الرجاء وكسب انيمبا النيجيري، الرجاء المغربي وانيمبا النيجيري واياكس كيب تاون اللي هو جنوب افريقيا، وتعادل في الرابعه ما كسبش المباراه الرابعه، ما كسبش اربع مرات. مكتوبه عندك مين كانت المباراه الرابعه ولا المباراه الرابعه؟ اياكس ما تعادل هناك بقى، ما انت هناك كان في جنوب افريقيا، انت كنت تلعبها يا كابتن اسامه تقريبا. لا لا اعتقد لعبت اللي في مصر، عشان كده تعادلنا. طيب جاهز بتفاعلات الناس يا سمير؟ يلا اتفضل. احنا هناخد دلوقتي احسن لاعب، وفي الجزء الثاني هناخد تتوقع مين. لا هات لي هنا النضاره، مش شايف. لا كلام مش طب يلا اوكي. ابو السيد بقى ماشي، احمد فتحي وازارو، احمد الاسد المغربي ازارو، الحاج متولي اسمه، الحاج متولي من دلوقتي ازارو الحاج متولي. داوود ده بيلعب بيقول لك الحريه الغيني، تتوقع على طول هنشوف. انا ايه؟ ازارو معلول، انا اهلاوي، ازارو ومعلول وكلوبالي وفتحي، ازارو ومعلول وفتحي تاني، احمد فتحي وازارو، مروان ايه اللي حصل الباقي؟ هم متابعينا الناس ماشي راجل العادي ماشي مفيش مشكله، خلينا متواصلين معاكم على طول ومكملين معاكم الليله الحلوه ديت. زي ما قلنا ايجابياتها لينا بعض الملاحظات بالتاكيد الفنيه، دي مرحله الاستعداد كمان، اللي جاي هيبقى اصعب، اللي جاي هيبقى اقوى. انت بتقابل واحده من احسن الفرق في الجزائر، او ممكن تقابلها اللي هي وفاء سطيف، بتقابل واحده من احسن الفرق في انجولا اللي هي اول اغسطس، وبتقابل افضل فرق غينيا على الاطلاق اللي هي حريه الغيني، واحده من الثلاثه. فلازم الاستعداد يكون قوي جدا جدا، التحضير للمباراه هيكون قوي جدا جدا. اسمك مهم، يعني السي في بتاعك حلو، التاريخ رائع، لكن في الملعب كل شيء يعني بيبقى له قوانين معينه لازم نحفظها ونشتغل عليها عشان تعدي المرحله اللي بعد كده. من الاجابات النهارده كمان يا كابتن ماهر، كابتن حماده وكابتن اسامه، الاثنين الباكين بتوعنا الدور 10 على 10، سواء كان علي معلول او احمد فتحي، الدور الدفاعي كان كويس جدا جدا، وخصوصا من احمد فتحي، وكمان الدور الهجومي عمل اسيست رائع جدا لوليد ازارو وعلي معلول. اتكلمنا على الاجابات، ملاحظاتك بقى اللي الاهلي يشتغل عليها وتعديلها في الفتره اللي جايه. يمكن المدير الفني كارترون كان قالها في المؤتمر ان هو عالج الاجزاء الدفاعيه بشكل كبير جدا، ان هو نجح ان يدخل المرمى في خلال الفتره ديت هدف واحد. لكن النهارده رجع لنقطه الصفر تاني. عايز اقول لك كابتن سيد، هم معذورين برضك ان كل ثلاث ايام، فانت الملاحظات حتى الدفاعيه او السلبيات اللي بتقع من خلال ال 90 دقيقه والراجل بيدونها في اجندته، صعب جدا انك انت تشتغل عليها كل ثلاث ايام، لان احنا ثلاث ايام وبعدين بتخش مرحله ثانيه، هتخش الدوري العام، مباراه الانتاج الحربي. لكن الكور الثابته كابتن سيد اللي هي بتمثل خطوره بشكل يعني مقلق، لانك انت رايح لمرحله اقوى. الكور الثابته اللي هي الفاولات الجانبيه اللي بتبقى علينا،
نمره واحد. التليفون ده معلش انا اسف هقطعك. على التليفون كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره. كابتن يوسف الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن سيد، ربنا يخليك، بمسي عليك ومسي على ضيوفك كابتن عادل طعيمه ومين تاني بقى سعيد. كابتن عادل طعيمه انت يعني يا جو انت عارف عارف يوسف بقى من فيلم شاعر حب يعني عمل نظر والودان كمان انت عارف يوسف بقى من فيلم شاعر حب عمل نظر والودان كمان. بقول لك كابتن عادل مش معاك ولا ايه؟ لا ايه؟ انت محتاج تعمل استشفاء يا زول. عايز اسمع استشفاء. بص الاستوديو بتاعك ما قال لي انت تايه. لا عندنا يا كابتن يوسف، عندنا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدي وكابتن اسامه حسني. حبيبي حبيبي سلم لي عليهم طبعا وبمسي عليهم كلهم. مبروك يا يوسف مبروك مبروك يا يوسف مبروك. طب كابتن يوسف خليني اقول لك الف مبروك طبعا الفوز الرابع. وخليني اقول لك معرفش عندك المعلومه ولا لا، دي اول مره في تاريخ النادي يفوز اربع مرات متتاليه في بطوله افريقيا وخصوصا كمان في مسماها الجديد ده، تحسب يعني حاجات من الحاجات الايجابيه جدا جدا. النهارده الكباتن ظهروا او اظهروا او بينوا حاجات ايجابيه في اللقاء النهارده، طبعا في ثلاث اهداف بيدخل مرماك ده حاجه مش لطيفه وخصوصا على ارضك، لكن في ايجابيات كتيره جدا ذكرها نجومنا وكباتننا في التحليل. صدرك للمجموعه بعد الرجوع ب 12 نقطة متتالية إيجابية جديدة جدا، إن أنت تلعب أول مباراة خارج أرضك برضو دي من الإيجابيات اللي موجودة في المرحلة، لكن خلينا ننتظر بقى ونسمع من حضرتك رؤيتك في اللقاء والإيجابيات من وجهة نظرك أنت. والله بص يا كابتن سيد يعني إحنا الحمد لله طبعا زي ما قلت إحنا الحمد لله تأهلنا أول وده كان الهدف، وأنت عارف طبعا وعشت معانا قبل كده إن الهدف كنا نتأهل أول لان انت القرعه بتخليك تخش على ثواني المجاميع الاخرى اللي هم الثلاثه مجاميع الاخرى، وده كان الهدف بتاعنا من الاول. الحمد لله ده اتحقق. احنا طبعا بنمر كلنا عارفين وده قدر النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي ان احنا بنلعب كثافه ماتشات عاليه، ولذلك كان مستر كارتيرون السياسه بتاعته الاستراتيجي بتاعته من الاول ان احنا نجهز كل اللعيبه لان هنحتاج كل اللعيبه لان بتلعب كثافه مباريات عاليه في اربع بطولات. فده وارد جدا، واللي حصل النهارده انت الحمد لله محارب شايف يعني برضو ناصر ماهر كان المباراه اللي فاتت ما بداش النهارده بدا، لكن انا عايز اتكلم على النقطه المهمه جدا زي ما انت قلت ان احنا الحمد لله رجعنا بقوه لتصدر المجموعه، دي حاجه كانت مهمه. الحاجه الاخرى ان انت النهارده بتقدر تحرز اربع اهداف في اول مباراه في بدايه الموسم، تحرز كثافه مباريات عاليه. في سلبيات طبعا، في سلبيات ودي طبعا اكيد مستر كارتيرون هيشتغل عليها ونركز فيها او هنتكلم مع اللعيبه فيها بحيث ان يعني نتفاداها في المباريات القادمه. النهارده انا شايف برضو حالتنا احسن كتير من انا بتكلم كاداء من الضغط كمان الضغط يا كابتن يوسف الضغط كمان كان كويس جدا وخصوصا في اول 35 دقيقه. مظبوط مظبوط، ودي حاجه يعني احنا النهارده بنبني عليها او هناخدها ونشتغل عليها الفتره الجايه. فكل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها بشكل ايجابي. عايز اقول كمان النهارده صلاح محسن بياكد ثلاث مباريات متتاليه بيقدر يجيب اهداف، ازارو بيقدر يهدف، سليم كلوبالي من كره ثابته، لكن اكيد طبعا زي ما انت قلت والكباتن قالوا ان اكيد في سلبيات النهارده بنطلع منها، ودي مهمه جدا عشان ندرسها ونشتغل عليها الفتره الجايه. تتعالج يا كابتن يوسف تتعالج، انت عندك تتعالج مفيش مشكله. خلي بالك ان احنا الفتره اللي فاتت كنا مبسوطين، انا سامعك قبل ما اخش معاكم يعني الكرات الثابته والحاجات دي كلها كنا شغالين، وكنا الدفاع بتاعنا يمكن في مباراه الترجي قدر ان هو يشيل كرات كثيره من النوعيه دي، لكن كويس انها بتحصل في مباراه بتقدر انت في النهايه تكسب فيها، واكيد هنشتغل على الحاجات دي ومستر كارتيرون هيشتغل عليها الفتره الجايه. لكن انا عايز احيي لاعيبتنا النهارده لان فعلا لعيبه رجاله وادوا بشكل كبير وبشكل تركيز كويس جدا. يمكن قعدنا بعد ماتش حرس الحدود في اسكندريه وفضلنا معسكرين عشان يبقى تركيزنا كله على مباراه كمبالا سيتي، لان المباراه دي كنا عارفين او يعني مدينها القيمه بتاعتها ان هي دي اللي هتخلينا نترفع على المجموعه، والحمد لله ادينا الغرض من او الهدف من المباراه. زي ما انت عارف طبعا يا كابتن سيد والكباتن كلنا عارفين النادي الاهلي قدره كثافه ماتشات عاليه، كل مباراه ليه جمهوره ما بيرضاش الا بالفوز. الحمد لله ان احنا النهارده اسعدنا الجمهور وفي نفس الوقت خلاص هنحط المباراه دي ورا ظهرنا ونبدا نركز للانتاج الحربي ان
شاء الله يوم الحد القادم في في ملعب السلام في الاسبوع الخامس ان شاء الله. طيب كابتن يوسف طمنا على عمرو السوليه, يعني اخباره ايه؟ علي معلول, حسام عاشور, طمنا على الثلاث لعيبه دول. الحمد لله الحمد لله. طبعا هو بس عمرو السوليه يعني عانى او اشتكي من العضله الضمه وخرج, فطبعا بكره حجز الدكتور خالد ان شاء الله بكره يعمل اشعه. انت عارف الاصابات العضليه بتحتاج يعني بعض الساعات وعقبال ما تهدى والجسم يهدى على اساس ان انت تقدر تحدد مدى الفتره بتاعتها بتاعت العلاج. فبكره ان شاء الله عمرو السوليه هيعمل اشعه ومن بينها هنقدر ناخد الفتره العلاجيه. طب هو حس بايه؟ يعني هو اكيد شرح لك حس هو يعني نظرته بعد الماتش كانت وجعتنا شويه, يعني بيعيط يعني, فطرقعه ولا شده؟ لا شده كويس الحمد لله. ودي يعني ان شاء الله عمرو من اللعيبه اللي ان شاء الله الكشف بتاعه والريكفري بتاعه سريع الحمد لله سريع. اتمنى عمرو السوليه من اللاعبين, ومش عمرو السوليه بس, يعني كل اللعيبه بصراحه من اللاعبين المخلصين ولاعيبه بتأدي بروح عاليه جدا. نتمنى له الشفاء ان شاء الله وتطلع الاصابه خفيفه ان شاء الله. طيب قول لي علي معلول في حاجه؟ لا الحمد لله علي كويس يعني اي حاجه وكمل المباراه الاخيره. وعاشور كان واخد كدمه حسام عاشور كوره عاليه كلوبالي طالع بيلعب كوره وهو ما خدش باله فاشترك معاه, بس في النهايه الحمد لله يعني عاشور ان شاء الله ممكن يومين او حاجه والكدمه دي تفت. طب انت اوكي يعني الحمد لله خلال يوم ولا حاجه الكدمه ما فيش مشكله, بتزرق شويه اللي هي بتبقى في العضله او في الظهر من ورا كده وخلاص الامور بتبقى كويسه. عايز اقول لك ان وليد ازارو النهارده وصل للهدف رقم 6, يعني فرق بينه وبين مالونجو اللي هو لاعب مازيمبي هدف واحد على صداره هدافين البطوله, وصل ل6. عايز اقول لك كمان من الاجابات اللي وليد ازارو مثلا, يعني مش من الاجابات من الصدف, يعني وليد ازارو لاول مره بيجيب هدفين في بطولات افريقيا, كان جابها في النجم الساحلي واول مره يجيب هدفين بدماغه برضه في المباراه الافريقيه. كان يعني على طول بيجيب اهداف الافريقيه بيوصل للهدف رقم. والله بص يا كابتن سيد انا هقول لك على حاجه وانت عارف طبعا كباتن معاك في الاستوديو عن وليد, عنده ميزه انه دايما جبت المركوز وبيموت, يعني عارف احنا باللغه بتاعتنا بنقول بيموت نفسه في الملعب. ده حقيقي ده حقيقي. عارف المهاجم وارد ممكن مباراه ما يسجلش, لكن طالما بيتعب ويشقى في الملعب وبيموت نفسه ربنا بيوفق اكيد هتجيله. والنهارده فعلا يعني يمكن المباراه اللي فاتت مع احرازي هدف في مباراه حرس الحدود, المباراه اللي قبلها وادي دجله مع احرازي, لكن النهارده ربنا اداله هدف جميل جدا من كره عرضيه من علي معلول قدر يحطها. فاللي انا عايز اقوله انه يعني المهاجم اذا ما سجلش في مباراه او مباراتين بس بيجتهد وبيبذل اقصى ما في وسعه وبيساعد زمايله في الملعب اكيد ربنا بيديله, ودي ميزه في وليد ازارو. يعني بص وليد ازارو عمل حاجه مش في توقيت العالم في الوقت ده يا كابتن, يعني دايما العالم كله بيلعب على اللي جاي من ورا راس حربه, يعني رقم 9 ده الهدافين معظمهم هتلاقيه من الناس اللي جايه من ورا, لكن وليد ازارو يعني هو الهداف بتاع النادي الاهلي, لان كتير ما شفناش الفرو الصريح اللي بيعمله بيجيب اجوال, دايما هتلاقي اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف اللي جاي من الخلف. وليد ازارو بيضرب ارقام قياسيه. انا بديله نجم المباراه النهارده قبل ما تعمل القرعه. طيب نجم المباراه من وجهه نظرك كابتن يوسف مين؟ لا مش هيقول حاجه. لا بص انا طبعا بالنسبه لي كلها, لان انا شخصيا سيد لا يمكن اختار, انا شايف اللعيبه كلها ال 23 اللي كانوا معايا في المعسكر كلهم لعيبه مسؤوله, حتى اللعيبه اللي بره النهارده الروح كويسه جدا, كل لاعب بيأدي دوره في الوقت اللي بيجيله. فانا بعتبر النهارده نجوم الفريق الناس اللي كانت موجوده بره وما صادفهاش الحظ انها تلعب النهارده, اللعيبه دي بتجتهد وبتضحي ومستنيه فرصتها, بالاضافه طبعا للمجموعه اللي النهارده اشتغلت ولعبت. فبالنسبه لي ال 23 لاعب اللي معايا في المعسكر كانوا هم يعتبروا نجوم النجوم مش اللي بيلعب بس المباراة. مش اللي بيلعب بس. مؤمن زكريا كمان عودته كويسه, يعني بالنسبه اضافه بتدي اضافه للفرقه. طبعا واحنا يمكن انا سبق وقلت مؤمن كان بيجهز نفسه الفتره اللي فاتت بشكل كويس, فالكابتن شاف ان هو يبقى موجود معانا في المباراه دي, بالاضافه لان احنا كمان بناكد ما يقال ان موضوع تجديده وعدم تجديده ملوش علاقه خالص بالشان الفني, واكيد انت طبعا الكباتن كلكم عارفين. فالنهارده انا شايف انه عودته النهارده ودخوله في المباراه وادائه انا شايف ان ادى بروح كويسه, لكن طبعا عنده احسن, يعني لسه مؤمن زكريا
اللي بيؤدي عنده احسن من كده. عنده. طيب يعني بسيره عنده بقى، يعني 22 لاعب هي حصيله ما شارك به النادي الاهلي في كل المباريات الافريقيه او حتى المحليه من اول الموسم، هل ممكن نشوف 25 لاعب يا كابتن؟ 25 كل شيء. طيب انت 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 الادرى كابتن يوسف، خليني اقول لك، هل ممكن نشوف وجه جديد مثلا ينضم لل 25 يبقى 26 احمد الشيخ، ولا الفرصه صعبه؟ لا وارد جدا. ويمكن كنا بنتكلم مع مستر كارترون النهارده في الجهاز، الفتره الجايه عندنا توقف ده هنبدا يعني نشتغل على لاعبين اخرين هيقدروا يخشوا. احمد الشيخ عنده امكانيات كويسه جدا، عندك احمد علاء كمان، عندك كريم نيدفيد، عندك صبر رحيل، باسم علي مستنيينه ان شاء الله يخف ويخش معانا. ف يعني انا خايف اكون نسيت حد او حاجه من المجموعه اللي هي موجوده بره المعسكر، لكن انا بتكلم وليد سليمان اكيد طبعا الايقاف هيعود. فكل اللعيبه الفتره الجايه عندنا كثافه مباريات عاليه جدا. شهر سبتمبر يا كابتن سيد هنلعب فيه 10 مباريات، 10 مباريات شاملين مباراتين في بطوله افريقيا ومباراه العوده بتاع النجم اللبناني وسبع مباريات دوري عام. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعد نفسنا كويس قوي في الاسبوع الاول من سبتمبر، على اساس ده اللي هيبقى يعتبر فتره اعداد مصغره للشهر كله. طيب كابتن يوسف خليني اقول لك برضو، يعني فريق الاعداد على طول حاضر معانا، 10 اهداف، وكمان كابتن اسامه حسني بيعد الازارو 10 اهداف في سنه ونص على البطولات الافريقيه، فدي حاجه برضو ممكن تحفزه، يعني تدي له يعني ان هو يجيب اهداف اكتر في الفتره اللي جايه ان شاء الله الرحمن، فيبقى من ضمن الناس اللي بتخش قائمه هداف النادي الاهلي عبر تاريخه في البطولات الافريقيه، وده هيبقى الافضل كمان في الفتره اللي جايه ليه ان شاء الله الرحمن، هو يزيد من اهدافه. خليني اقول لك بقى كابتن يوسف، انت عارف بعد ما انتهت فعاليات اليوم الاخير في المجموعات كلها الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اللي صعدوا اربع اوائل على حساب المجموعات الاهلي ومازيمبي والنجم والوداد، واربع ثواني الترجي واول اغسطس ووفاء الصيف وحريه الغيني. طبعا الترجي مش هيبقى معانا خالص، القرعه يوم 3 باذن الله زي ما حضرتك موجود، حضرتك هتحضرها ان شاء الله. طيب تفضل. موجودين و يعني زي ما احنا قلنا هنقابل ثواني، لكن انا برضو عايز اقول لك حاجه بتاعت الثواني، الفرق قويه برضو، انت هتنتقل لمرحله اخرى بقى خالص، فنتمنى ان شاء الله احنا نكون جاهزين. ده زي الفل زي الفل. انت في الاتوبيس في قناه الاهلي ولا مفيش قناه الاهلي في الاتوبيس؟ لا لا لا. طب الاهلي صح. الاهلي فوق الجميع والاهلي في كل مكان وليس عليه صح. طيب خليني اقول لك اتفرج بقى، لان خلي بالك القرعه يوم لكن احنا بعتنا جواب للاتحاد الافريقي، خلي بالك القرعه هتبقى بعد ربع ساعه، هنعملها هنا بعد ربع ساعه. هقول لك انت هتقابل مين؟ الاهلي هتقابل وفاء الصيف ولا اول اغسطس ولا حريه الغيني؟ كوجهه نظر من غير كله، الاهلي بيقابل البطل واي فرقه في طريقنا وكل ده حلو جدا، انت عايز تلعب يعني قلبك يروح لمين؟ اروح لوفاء الصيف ولا اول اغسطس ولا حريه الغيني؟ هنا وقطعت ده من الدور الثمانيه. هات ايه؟ الاهلي البطوله، انا مش هقدر اقول لك اي فريق اللي ان شاء الله هيختار فينا، ده هيبقى خير واحنا مركزين مع 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 اي يعني كان الفريق ايه، لكن احنا هدفنا ان شاء الله. طيب خلاص مش هقول لك نوفمبر ان شاء الله، 9 نوفمبر ده موعد النهائي 100 ان شاء الله 100 بنسعد الجمهور الاهلي 100 كابتن يوسف، اسيبك تتعشى والف الف مبروك، بالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله يا كابتن يوسف. شكرا جزيلا ليك. على صفحتنا بعد كلام كابتن محمد يوسف الكره على صفحتنا، تواصلوا معانا 100. يلا يا سمير نقرا ناس متفاعله جدا معاكم، ربنا ماشي. يلا احمد الاسد المغربي ازارو، ما هي دي اللي قرناها يا ابني المره اللي فاتت، ما ابو السيد اهو، انا قاري ابو السيد ده حفظته كتب تاني، ما ممكن بيكتب كتب تاني، خلي بالك عشان يبقى فيه يعني ناس تبقى تتفاعل اكتر. كتب تاني محمود عاشور، وليد ازارو ده محمود ايه؟ عاشور، محمد عاشور بقى، محمد عاشور وليد ازارو، خلي بالك الاسماء مش باينه قوي. معلول كولوبالي فتحي، مروان محمد احمد فتحي واحمد فتحي وازارو، كله بيدور في الثلاثة دول. ايوه كده، دي حاجات جديدة. كريم والله ما كله جديد، ازارو فعلا، محمود جمال الخطيب، احمد فتحي قلب الاسد، الاخير اسمه ايه؟ فتحي مفيش ايه؟ بيكا؟ باكا ده بيكا ده ولا باكا؟ باكا ده انا فتحي مفيش كلام،
انتوا نص الكلام يا جماعه، مش نص الاسماء مش باين. قول لي بقى جهاد شعبان ده الاولاني، وليد ازارو اللي بعده ايه؟ منا مرتضى، وليد ازارو اللي بعده مصطفى ماهر ازارو، وعلي معلول. مختار ازارو ولا انا بقرا غلط؟ احمد محمود عويس. مصطفى، احمد فتحي، احمد عويس، ازارو، احمد عويس ازارو، معاذ معلول، كله بيدور هناء. ازارو هناء معلول وفتحي بتقول ازارو اكيد، محمود ازارو، مصطفى برضو، علي معلول عجبني جدا. مية مية الجمعة إن شاء الله الرحمن هتتواصل بقى معايا على مباشر، هنتواصل مباشر يعني، وكل حاجة هتبقى زي الفل بإذن الله تعالى. كابتن ماهر كنا بنتكلم على الملاحظات، شرحها كابتن يوسف، عايز تضيف فيها حاجة ولا عايز أقول بس إن هو كان أشار على الكور الثابتة اللي بتمثل لنا مشاكل بشكل كبير، وإن يوسف قال إن الراجل فعلا في فترة الراحة أو الفترة الطويلة شوية هيبدأ يشتغل عليها بشكل كبير جدا كابتن سيد. وانت عارف ان الوحده التدريبيه في كور الثابته يعني بتاخد يمكن زمن حوالي ساعه، مهم جدا انك انت تشتغل على الحاجات اللي يعني اضرتنا في هذه المباراه والمباراه اللي قبل كده، الفاولات الجانبيه ازاي تمنع بالحائط الصد اولا، ثم الراجل الليبرو اللي ورا الحائط اللي هو بيعمل كفرنج ورا الحائط ده، ثم اللاعبين بقى في حته الرقابه رجل لرجل. اما الكره الثابته بالنسبه للكره كابتن سيد فدي اوريدي بتبقى داخل ال 18، انت بتحتاج الاطوال مع الاطوال، وبقيه اللاعبين بيبقى رقابه مان لمان، والهدف منها التشتيت، يعني الهدف منها ما بتبقاش للمدافع، اهم ان هو يقدر يشتت وانه يقدر يستحوذ عليها قبل المهاجم. فدي النقط يمكن اللي اشار اليها الجهاز الفني، واحنا فعلا محتاجينها خلال الفتره اللي جايه ديت، على اساس ان احنا ما نتاثرش في مباراه كابتن سيد بتخلص بكره ثابته، يعني دلوقتي الجمل اللي عليها كور الثابته اذا كانت فاول جانبي او فاول مباشر او كورنر بتعملها تريكات لبعض المدربين دلوقتي، وبتاثر في المباريات اللي مقفوله بالشكل ده. فمهم صح. جدا ان احنا الحاجات اللي علينا نبدا نحاول نعالجها بشكل جيد، اما الحاجات اللي لينا نحاول نزودها ونحاول ناكدها باذن الله. طيب كابتن حماده في اي حاجه؟ نقطه صغيره خالص مش عارف انت يعني كنت حسيتوها معايا ولا لا، حسيت في وقت من الوقت ان بعض لاعبي الاهلي استسهلوا المباراه في وقت معين. الفرقه الكبيره ما تاثرش من النتيجه اثناء المباراه، يعني برضو قبل المباراه كل الناس كلنا كنا بنقول المباراه مش صعبه، المباراه مش يعني سهله في إيه. الاحساس ده ممكن يكون واصل لبعض اللعيبه، بتبذل انت مجهود كبير جدا مع اللعيبه في الماتشات السهله اللي انت تخلق جواهم دوافع صح، ولازم مهما يكون اللعيب كبير برضو انت طول الوقت لازم تفكره صح باهميه المباراه واثناء اللقاء التركيز ال 90 دقيقه، هتقول الهدف اللي جه في الشناوي عدم تركيز، الوقفات الدفاعيه عدم تركيز، حاجات صغيره تفاصيل صغيره ما تنفعش تبقى في فريق كبير، يعني دي نقط صغيره خالص هي يعني ما كانتش طول الماتش ولكن كانت في اثناء سير المباراه في نقط صغيره انا بحسها، بحس ان اللعيبه في وقت اتاثروا من نتيجه الماتش، اتاثروا بالمساحات اللي كانت موجوده عندهم بيقدروا يخترقوا منها، استسهلوا حاجات كتيره في المباراه، ان الماتش من البدايه ما عندكش الدافع اللي كان موجود صعب ماتش الترجي، القوه والحماس اللي كان موجود في الملعب والوقفات والتركيز 90 دقيقه، لا اللعيبه فقدت بعض التركيز في اوقات كتيره في المباراه، فدي من النقط السلبيه اللي ما تنفعش تبقى موجوده في النادي الاهلي، يعني لازم طول الوقت انت بتلعب مع اي تيم لا انت ليك شكل معين وليك فرض اسلوب معين، يعني شفت البدايه بتاعتك كنت بتعمل ضغط كويس جدا من قدام اللي كنا مفتقدينه، وبعد كده الدنيا ثابت، فالماتش كان على فترات وده سبب الاداء من اللعيبه في الملعب. دي النقطه اللي يمكن طيب في حاجه كابتن اسامه؟ لا كابتن سيد كده احنا عندكش سلبيه لا هي السلبيه المهمه بس اللي كان بيتكلم فيها كابتن ماهر هي كرات الثابته كرات الثابته دي اكيد هي طبعا يعني بحكم المباراه برضو تصدر الاهلي يعني صعود الاهلي للمجموعه كان بيسعى النهارده انه يتصدر المجموعه بتاعته، فممكن يكون زي ما كابتن حماده بيقول لك حته الكسل شويه من اللعيبه في النواحي الدفاعيه حتى في الرقابه ان انا امسك مان تو مان في ال 18 هي ممكن يكون بس فيها سنه كسل،
زي مباراه الترجي ما شفناش الكلام ده، كنا بنشوف ناس المهاجمين، ناس تحت المهاجمين بتنزل وممكن توصل لل18 بتاعك انك بتادي الدور الدفاعي بتاعك على يعني اكمل وجه. لكن النهارده ممكن شفنا اسلام محارب ممكن شويه بيكسل، نص المال ممكن شويه بيكسل انه ينزل يضم مع السوليه وحسام عاشور، نفس حمودي نفس الكلام، فكان ممكن يعني كان بلا يظهر له فرص، لكن هي بحكم المباراه. لكن اكيد في المباراه اللي جايه والدور صعب هيبقى صعب، مباراه مهمه، انت النهارده يبقى عندك الماتشين فبيبقى ليهم بقى حسابات خاصه، فانت النهارده بيبقى ليها استعداد خاص كمان، فاكيد الحاجات دي مش هنشوفها، لكن هي الكرات العرضيه دي اللي لازم نركز عليها بشكل كبير. طيب من الفال الحسن، من الفال الحسن في البطولة 2018 ان اخر بطولة خدها الاهلي في 2013 كان متصدر المجموعة، ده فال حسن، يعني اخر بطولة حصل عليها الاهلي 2013 انتوا عارفين الكونفدرالية هي اللي كانت في 2014، لكن اخر بطولة حصل عليها الاهلي لدوري الابطال كان 2013، وده فال حسن ان البطولة الاخيرة اللي حصل عليها الاهلي كان هو متصدر المجموعة. 2014 الاهلي خرج من اهلي بنغازي وراح للكونفدراليه لو تتذكروا، وفي 2015 الاهلي برضو خرج وراح 2014 راح الكونفدراليه كسب الكونفدراليه، لكن 2015 الاهلي خرج من المغرب التطواني وراح على مقابل الافريقي التونسي وبعدين دخل في المجموعات وخد بطوله الكونفدراليه 2014 اسف. ف 2016 يعني خرجنا من دور المجموعات مع مارتن يول لو تتذكروا يا كابتن، و 2017 وصلنا كتاني المجموعه بعد الوداد، و2018 بتتصدر المجموعه. يبقى من الفال الحسن ان انت بتاخد اول المجموعه، وان شاء الرحمن يتكرر سيناريو 2013. من الحاجات طبعا اللي هي مش ايجابيه زي ما قلنا ان اول مره تكسب اربع مباريات متتاليه، دي المره يا كابتن اسامه الثانيه في تاريخ الاهلي مثلا او من خمس سنين يدخل مرمى في مصر هنا ثلاث اهداف. اخر مره كانت قدام اهلي بنغازي لو تتذكروا 3-2 لما الاهلي خسر 3-2 وانتقل من الابطال للكونفدراليه. لكن كمان في 2014 الكلام ده. من الحاجات طبعا الخساره النهارده هي اصابه عمرو السوليه، ان انت بتخسر عمرو السوليه. ان شاء الرحمن باذن الله صحيح ممكن ما يلحقش الانتاج الحربي، لكن ان شاء الرحمن هيكون معانا باذن الله في مباراه هي الاهم في المشوار في الفتره الحاليه، المشوار الافريقي اللي هي مباراه دور الثمانيه. مستنيين ردود افعالكم على صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه الاهلي. بعد الفاصل هنعمل القرعه بيننا وبين بعض، وانتم كمان لازم تشاركونا معاها في قرعه دور الثمانيه، واحده من الثلاثه وفاء الصيف اول اغسطس وحريه الغيني، على صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه الاهلي. مستنيين ردود افعالكم واقتراحاتكم كمان لو فيه، وكمان قولوا لنا مين احسن لاعب في اللقاء. من جديد هنقول لقشه ارقام خاصه بالاهلي في البطولات الافريقيه، وبعدين ارقام الفرق الصاعده كتواني اللي هتبقى متوقعه انها تقابل الاهلي او واحد فيهم هيقابل الاهلي، وبعدين هنجري قرعه ملعب الاهلي. ارقام الاهلي في البطولات الافريقيه، عدد المباريات 336 مباراه بعد مباراه النهارده، عدد الاهداف 503، يعني احنا قلنا في الاول 494، بس لو حسبنا 496 اسف، لو حسبنا الافراساوي هيبقى 503، يبقى الاهلي كده عدى ال 500، عدى نص ال 1000، 503. عدد الاهداف في دوري الابطال 383 هدف، عدد الاهداف في ابطال الكؤوس 70 هدف، عدد الاهداف في الكونفدراليه 31 بمسماها الجديد طبعا، عدد الاهداف بالسوبر او في السوبر الافريقي 12 هدف، عدد الاهداف في الافراساويه 4. رقم واحد كهداف في او الهدف الاول لكابتن محمود الخطيب في مرمى المولدية الجزائر 76 دي اول مشاركه للاهلي. الهدف رقم 100 كان لحسام حسن في الاسماعيلي 86 سنه 86. الهدف رقم 200 كان محمد فاروق طبعا لاعب النادي الاهلي بالتاكيد، محمد فاروق في مرمى الرجاء سنه 99. الهدف رقم 300 كان فلافيو في الصفاقسي، يا الهدف 300 الهدف الشهير لفلافيو، تاني كان ابو تريكه انا دخلت الاسماء في بعض، كان في مرمى الصفاقسي
الهدف رقم 400 كان رامي ربيعه في اليوبارد بالسوبر الافريقي 2013. الهدف 500 كان ازارو النهارده في كامبالا سيتي. لو احتسبنا طبعا دوري ابطال او بطوله الافرسيويه يبقى الهدف 500 في البطولات القاريه كلها كان لوليد ازارو النهارده في كامبالا سيتي. وهدفه رقم 10 النهارده طبعا. يعني الهدافين كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه ب 37 هدف، ابو تريكا النجم المايسترو محمد ابو تريكا ب 32 هدف، القناص عماد متعب 28 هدف، وفلافيو محمد بركات بالتاكيد 18 هدف، حسام حسن 17 هدف، ايمن شوقي 15 هدف، طاهر ابو زيد 13 هدف، عبد الله السعيد وعلاء ابراهيم 12 هدف، علاء ميهوب وعمرو جمال وخالد بيبو واسامه حسني. يبقى اسامه انت 11 بس يا اسامه. ووليد سليمان 11 هدف، وليد ازارو ومحمد رمضان 10 اهداف. يبقى انت بتضحك علينا بهدف على اساس ان احنا عشان عندنا 13 هنا في فار يا ابني، هنا في فار، هنا الفار على طول هيجيب لك. تعرف تقول لي بقى ال 11 هدف جبتهم في مين؟ ال 11 هدف انا عارف منهم بتاع 5 6 5 بس 5 6 5 6 طيب دي كانت ارقام خاصه بالنادي الاهلي. اقول لكم بقى الفرق اللي ممكن تقابل الاهلي وفاء الصيف ارقامها، وحريه الغيني، وكمان اول اغسطس بطل انجولا. خلينا في وفاء الصيف الاول يا سمير. لعب 10 مباريات لان هو كان لاعب ادوار التمهيديه، فاللعب ادوار تمهيديه بيزيد عن الاهلي مباريتين. لعب 10 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3 وهزيمه 3 ولو 17 هدف وعليه. ركز مع الارقام دي يا كابتن ماهر عشان اسالك فيها. انت معاك وفاء الصيف معاك، وكابتن حماده هيبقى معاه حريه الغيني، واسامه حسني هيبقى معاه اول اغسطس. يبقى مره ثانيه، وفاء الصيف لعب 10 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3 واتغلب في 3، عنده 17 هدف وعليه 10 اهداف. حريه الغيني لعب 10 مباريات، يعني كل دول بادئين البطوله من اولها، 10 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 4 اتغلب في 1، له 14 هدف وعليه 9 اهداف. ده ارقامه مقبوله تمام، وحتى وفاء الصيف ارقامه مش وحشه، ارقام وفاء الصيف مش وحشه يعني، بس ده اتغلب مره واحده بس في ال 10 مواجهات، يعني برضو مباراه واحده هزيمه. ارقام كويس طبعا، ارقام كويسه. طيب ثالث فرقه اول اغسطس اللي هو بطل انجولا. لعب 10 مباريات، فاز في 5، اتعادل في 3 واتهزم مباريتين، له 12 هدف عليه 7 اهداف. يبقى لو بصينا كده بحسبه سريعه او مقارنه سريعه هنشوف الاتي. كلهم فازوا 5 مباريات، كلهم فازوا 5 مباريات، لا ما عدا وفاء، ما عدا وفاء الصيف فاز 4 مباريات مظبوط. يبقى وفاء الصيف 4، ولكن حريه الغيني فاز 5، واول اغسطس فاز 5. وفاء الصيف اتعادل 3، حريه الغيني اتعادل 4، اول اغسطس اتعادل 3، وفاء الصيف خسر 3 مباريات، حريه الغيني واحده بس، واول اغسطس اتغلب مباريتين. اوكي، هزيمه واحده زي ما قلنا كده. نبص بقى للاهداف اللي احرزوها وفاء الصيف اقصرهم، ده الرقم الوحيد اللي يمكن متميز فيه في وفاء الصيف عنهم، جاب 17 هدف، حريه الغيني جاب 14 هدف، واول اغسطس جاب 12 هدف. وفاء الصيف عليه 10، حريه الغيني عليه 9، واول اغسطس عليه 7. لو خدنا ارقام وفاء الصيف كابتن ماهر تقول لنا ملاحظاتك عليه. هو طبعا لعب 10 مباريات يا كابتن سيد، فوز 4 مباريات، يعني ده عدد فوز متوسط، عادل 3 وتهزم 3 مباريات، له من الاهداف 17، يعني عنده مهاجمين، عنده قوه هجوميه بشكل كبير، عنده يمكن زكريا حدوش ده هداف في الصيف جايب 3 اهداف 100 100. طبعا عليه 10 اهداف، ده بياكد ان برضك يمكن خط ظهره من الخطوط اللي مش قويه، عامله له مشكله من ضمن الخطوط اللي ممكن تاثر في نتائج الفريق. فمجمل وفاق الصيف برضك من الفرق اللي اخذت بطولات قبل كده، عندها جماهيريه كبيره جدا في الجزائر. انا شايف طبعا خصم هيبقى خصم من اقوى من يمكن الفرقتين اللي احنا قلنا عليهم اللي هم اول اغسطس وحريه الغيني.
فانا شايف ان احنا نتمنى ان القرعه طبعا مش ايدينا تقيله وقعنا فوق ستيف، عايزين نبعد عن انت حابب تبعد عن حابب ابعد عن طبعا. شوف بقى القرعه تقول لي اتفضل حريه الغنى كابتن. حريه الغنى انا شايفه من 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 احسن الثلاث فرق اللي هم في القرعه. كابتن ماهر قال وفاء الصيف. لا انا بقول حريه. حريه اتغلب مباراه واحده اوكي، جايب 9 نقط في النهارده، اتعادل المجموعه بتاعته، المجموعه بتاعته مهمه تتحط في خصم مباراه واحده، خصم مباراه واحده ده في العشرة مش المجموعات بس، في العشرة اوكي اتعادل في 4 فوز 5 معدل المباراه بتاعته جيد يعني كان سهل جدا يطلع اول يعني لو كسب النهارده يعني هو كسب النهارده عشان كده صعب. لا النهارده اتعادل اتعادل 9 نقط يعني هو كان كسب كان ممكن فده انا شايفه 11 شايفه في النتائج احسن الثلاثه يعني احسن من وفاق واحسن من اول اوسط. انت يعني كقوه الورق المعطيات اللي قدامي هو فريق جيد، فريق انت فريق جيد تحب انا قلت لك القرعه ممكن تقعنا معاه. انت حاسس كده؟ عندي احساس شوف كده. خلي بالك هو بيلبس احمر برضه، في فرقتين يعني حريه الغني بيلبس احمر واول اغسطس بيلبس احمر برضه. اتفضل كابتن اسامه. احنا لو عايزين نقارن ارقام النادي الاهلي مع اول اغسطس ممكن يعني تبقى في مواجهه ما بينهم. اول اغسطس لعب 10 مباريات بالدور التمهيدي. ارقام الاهلي حطها 10 مباريات بالدور التمهيدي. النادي الاهلي لعب 8 مباريات بس صحيح، لكن الافضليه للنادي الاهلي في الاهداف اللي احرزها، احرز في 8 مباريات 16 هدف، اول اغسطس احرز 12 هدف، اذا الافضليه للنادي الاهلي في احراز الاهداف برغم عدد المباريات الاقل اللي هو 8 مباريات. الاهداف اللي تلقاها النادي الاهلي طبعا بالنهارده النتيجه 3 اهداف 6 اهداف في 8 مباريات، هنا في ال 10 مباريات تلقى 7 اهداف. فوز النادي الاهلي برغم ان العدد برضو مباريات اقل 8 مباريات لكن فاز في 6 مباريات. هنا اول اغسطس في ال 10 مباريات فاز في نص العدد المباريات هو 5 مباريات، فاذا التعادل هنا للنادي الاهلي في مباراه واحده، هنا تعادل في 3 مباريات، هزيمه واحده للنادي الاهلي، هزيمتين لاول اغسطس. لو احنا قارنا يعني ارقام النادي الاهلي مع اول اغسطس ممكن تبقى في مواجهه مرتقمه بين الاثنين، لا نتائج النادي الاهلي رغم عدد المباريات اقل لكن النتائج بالارقام افضل. بس احنا كنا بنتكلم على الثلاث فرق مقارنه بين الثلاث فرق مين يعني اقرب ممكن احسن لنا فلا انا وجهه نظري بالارقام الصعوبات باديه من وفاق لا حريه الغيني حريه طبعا اصعب من وفاق بالارقام اللي هو مغلوب مباراه واحده متعادل 4 فايز 5 لكن انت الكره الجزائريه احسن نتائج عارف الكره الجزائريه احسن نتائج لا الجزائريه نفسيا احنا بس طيب لكن يعني النتائج اللي بنقول عليها النتائج على الورق هنا على الورق حريه الغيني هو يمكن اعلى 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 فرقه فيهم ماشي طيب. احنا بس شكلك حاط ورقه ساعة لا كلهم كلهم على فكره مش رجب مفيش حاجه عندي اساس رجب لا 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 مش كلهم رجب عرفت على الثلاثه كلهم رجب لا 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 الله رجب طبعا يا سيدي احمد رامز طيب خلينا يا كابتن حماده هنبدا بيك ماشي هما وفاء الصيف واول اغسطس وحريه الغيني هنشوف كابتن حماده صدى هيختار لنا ايه وبرده تعرض التانيين عشان التانيين يبقى باينين عشان تبقى ايه اتحاد افريقي اتحاد افريقي احنا اتحاد افريقي اتحاد افريقي مفيش كلام قرعه عبد الاتحاد احنا ازرق هقول لك ولا تقوم انت اتفضل خلي بالك بقى انت هتبقى كارتون في هتشوف واقع القرعه عليك هتقول لنا ايه على الفرقه اللي هيختار اول ابص الكاميرا هنا اول ابص دي اللي كنا بنتكلم فيها ده اللي قالها كابتن ثانيه واحده كده خلي بالكوا عشان بس ايه كلها مش ده حريه الغيني اهي هاتها تمام ودي كمان وفاء الصيف يعني مش راجب رجب يبقى انت كده سحبت اول اغسطس اول اغسطس اول اغسطس هنسجل كده حماده صدقي مع ان انا كنت بقول حاجه ثانيه بس خلاص بقى القرعه عجبتني في حماده صدقي قال اول اغسطس خلي بالكم بعد كده ارمي بقى الثلاثه الثلاثه دول كده خلاص سواء اسامه بس كلنا بقى راي حضرتك عشان نجهز للي بعدهم اتفضل يا كابتن يعني احنا قلنا ان حريه الغيني لعب 10 مباريات فاز 5 ده برضك يعني نتيجه كبيره في احنا بنقول اول اغسطس احنا اول اغسطس اول اغسطس اللي كانت اغسطس لعب 10 مباريات فاز 5 برضك يعني المكسب كبير جدا في عدد مبارياته اللي لعبها من 10 اتعادل 3
فاز بمباراتين لهم الاهداف يمكن 12 هدف وعليه 7 اهداف. يعني انا اتمنى يعني اول اغسطس او حوريه الغيني في رايي انا ومن خلال حتى الخبرات الافريقيه اللي احنا اتقابلنا من خلال الفرق زي ما بقول ان انا وفاق ستيف عايز ابعد عنه لان الكوره اللي بينه وبين شمال افريقيا بالجزائر بالذات بتبقى فيها نوع من الشديه فيها نوع من الحماس فيها نوع من التحدي بشكل كبير. فانا شايف انا شايف ان يمكن الفرقتين دول انا في رايي لو القرعه خدمتنا زي ما عملنا كده مع اسامه وحماده تطلع الايدين خفيفه. لا انا عايزك انت كارترون تقول لي مواجهه اول اغص من وجهه نظرك ايه. بص يا كابتن سيد زي ما قال الراجل في ولا اقولها لك بالفرنسي لا زي ما قال الراجل في المؤتمر الصحفي انت كراجل بطل هتقابل اي حد اللي عايز البطوله ما يبوش بقى اول اغسطس وفق ستيف حوريه الغيني اللي عايز يكسب ما يفكرش في مين اللي قدامه تاريخه ايه وضعه ايه كانوا ايه لازم احترمه بشكل جيد. كابتن حماده اكيد المدرب جواه نفسه يقابل فريق طبعا معين. اضعف لكن الكلام اللي احنا بنقوله يعني تتبسط لو قابلته مع اول اغسطس بصراحه كده تتبسط يعني. طيب عايز اقول لكم جنسيات المدربين اللي موجودين في الثلاثه دول. يعني رشيد الطوسي ده مدرب وفاء الصيف هو مغربي الجنسيه. انت عارف وفاء الصيف ده جزائري اوكي. يوفيتش اسمه كده يبقى انت عارف هو منين على طول من البوسنه. ده مدرب اول اغسطس من البوسنه يوفيتش. وفيكتور ده مدرب من فرنسا حوريه الغيني. يعني لو قابلنا حوريه الغيني يبقى اداره مدرسة فرنسيه مع اداره فرنسيه مدرسه فرنسيه. طيب كابتن اسامه انت هتختار دي برضو كلهم في نفس المره دي بقى كده كابتن حماده انت الكرتون بقى المره دي. حاضر اوكي اتفضل يا كابتن اسامه. اتفضل يا كابتن حماده بعد اذن الورق بتاعها اختار واحده خلاص بقى ورفعها. انت تعملش ورق جديد بقى بص طب لا عشان ما يبقاش باينه. اول اغسطس ثاني ولا اول اغسطس كلها رايحه اول اغسطس ولا ايه؟ خلي بالك يا استاذ احنا هنقابله في شهر ايه سبتمبر المفروض يغيروا بقى اول اغسطس يبقى اول سبتمبر اول اغسطس يعني برضه نفس الكلام اللي قاله كابتن ماهر ان اول اغسطس يمكن ثاني اقل واحده في الارقام بالنسبه للثلاث فرق. قلنا حريه الغيني اعلى واحده بعديه اول اغسطس فمتهيألي تبقى كويسه بالنسبه للنادي الاهلي اللي قبل اول اغسطس كويسه بالنسبه اللي هي النتائج بتاعت الفرق اكيد بيبقى في تحليل بقى للثلاث فرق يعني قبل يمكن قبل القرعه تلاقي التحليل للثلاث فرق ايه بالظبط والتقييم وحسب القرعه ما تجيبك بقى صح. طيب هي حتى الخبرات يعني انت النهارده فرنسا ستيت ليه تاريخ في البطولات الافريقيه ليه مشوار وهم ككره عربيه عايزين نبعد عن شمال افريقيا. احنا طبعا في السنين الاخيره الحمد لله في تفوق للكره المصريه سواء حتى منتخبات او انديه وخاصه النادي الاهلي سواء في تونس او في المغرب او في الجزائر انت ليك التفوق ونبعد ليه الملاعب احسن والسفريه سهله كويسه يعني علمك انا مش ضد يعني من زمان ضد موضوع لا بلاش شمال افريقيا انا خلاص ماتت بقى انا بالنسبه لي من زمان يعني حتى الحمد لله وانا بلعب كويس جدا بالنسبه لي بقى شمال افريقيا بتبقى هناك الاجواء في افريقيا مش انت مش ضامنها خالص من تحكيم من ارض من جو من قصه من فمش عارف انا طب اقول لك على حاجه من عظمه الاهلي والسنن الكونيه انت عارف ان الحياه سنن يقول لك سنه الحياه مثلا الجواز سنه الحياه الموت سنه الحياه من سنن الرياضه الاهلي بيتفوق دايما وبيسبق. جات لي معلومه دلوقتي ان الاهلي مش اول مره بس في تاريخه يفوز باربع مباريات متتاليه في دوري ابطال افريقيا وخصوصا في دوري المجموعات ده اول فرقه في افريقيا تفوز اربع مباريات متتاليه دايما الاهلي في السطر للحياه سنن والسنن الكونيه في الحياه الاهلي وعظمته من الاهلي وعظمته. عشان كده بدات حلقه النهارده وملعب الاهلي النهارده قلت ان الاهلي امل كل مصري في الفوز بدوري ابطال افريقيا من 20 سنه هو امل كل مصري مش اهلاوي بس وليه لا وهو الوحيد اللي عنده مقاومات دوري ابطال افريقيا. الاهلي امل كل مصري في الفوز باللقب التاسع ان شاء الرحمن السابع في الالفيه الثالثه. خلينا نكمل قرعتنا كابتن ماهر كابتن اسامه انت النهارده المره دي كابتن لا ابعد بقى عن اول اغسطس بقى كابتن بيقول لك متفقين حوريه الغيني كونجاري
حريه الغيني، حريه الغيني باختصار ده جاب حاجه تانية خالص بقى. اتفضل يا كابتن اسامه. احنا قلنا الفريقين الاقوى يعتبر في ممكن يبقى فيها مواجهات للنادي الاهلي هي وفاق الصيف او حريه. حريه برضو من الفرق المميزه اللي قدرت يعني تطيح بفريق كبير زي سان داونز. سان داونز النهارده انك انت يعني تطيح بيه، فانت يبقى اذا انت فرقه عندك من الامكانيات وعندك من اللاعبين اللي تقدر يعني بعد كده بتنافس. فهي طبعا يعني الكابتن ماهر النهارده سحب لنا يعني حاجه ثقيله، ربنا ان شاء الله يعني يجعل السحب يوم الاحد بقى يبقى الدنيا يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين مباراه الاهلي تبقى اخف شويه. طيب لكن طبعا يعني زي ما احنا بنقول احنا يعني بنعمل سحب للقرعه، لكن البطل بيقابل اي فرقه، وانا بتفق ان البطل بيقابل اي فرقه. فالنهارده يعني بتكسب الترجي في الترجي، النهارده بتكسب باهداف اربع اهداف بغض النظر ان دخل فيك اهداف، بتقدر تكسب تاون شيب بره. فانت لا اذا انت كنادي اهلي بتدي رساله للفرق تانية ان لا انا بكسب بره وبكسب جوه. والله انت من اقوى الفرق في افريقيا، يعني بيجي لك هزات في وقت معين بتبقى في عندك حاجه، في اصابات عندك، في الحاله الفنيه فيها مشكله يعني، لكن كافراد كتاريخ كاسم الاهلي طبعا بيبقى متفوق في افريقيا يعني. فبتمنى تبقى الحاله كويسه بتاعت اللعيبه كلها، يعني مش عايز اقول الاساسيين لا، كل اللعيبه تبقى في حاله جيده، يبقى الراجل في حيره في اختيار التشكيل في مباراه افريقيا بالذات يعني. طيب برضو اختار انت بقى. هختار انا بس انتوا كمان هتختاروا، لان عشان ما يطلعش بقى كل مره دلوقتي في فرقه ما طلعتش اللي هي فرقه مين؟ وفاق وفاق الصيف. فاحنا هنختار كلنا، كل واحد هياخد ورقه مننا احنا الاربعه، واكيد كل واحد هيختار واحده منهم، ففي واحده هتتكرر ووفاق الصيف هتطلع مع حد. هتطلع من برضو الارقام الاهلي فريق الاعداد محمود شوقي ومحمود سعيد واحمد رشاد وكريم وكل الناس اللي موجوده، بشكرهم، وحازم طبعا البرعي، كل الناس لو في حد، وطبعا الاخراج سمير عكاشه مجهود رائع، كلكم النهارده بشكركم، وكل الناس وعماره وكل الناس اللي موجوده وعاطف العربي، كل الناس وحتى الناس اللي قدامي على الكاميرات بشكركم، يوم جميل جدا 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 بشكركم عليه. خلينا نقول اخر حاجه قالوا من الارقام يا كابتن، ان المره ال 30 في تاريخ الاهلي، في تاريخ الاهلي كاول فرقه يوصل للدور ده 30 مره 30 مره 30 مره من 37 مشاركه، فانت بتتكلم على 30 مره توصل لدور الثمانيه، ده رقم جبار جدا جدا. يعني كل المره دي بالنظام الجديد بقى اللي هو اتفضل كابتن، خد ورقه وما تفتحهاش دلوقتي. حاضر. اوكي خد ورقه كابتن اسامه وما تفتحهاش دلوقتي. كابتن ماهر، كابتن ماهر هات يا كابتن، اتفضل يا ابو الكباتن. بسم الله نفتح مع بعض يعني الورق. اتفضل بقى كل واحد يدفع ورقته هنشوف مين اللي هيطلع. اتفضل يا كابتن. انا هي اول اغسطس. انت متعاقد. وفاق الصيف. وفاق الصيف. انا حريه برضو اول اغسطس. يبقى هنشوف مين انا كده. امشي بقى بالكاميرا كده عليهم كلهم. بس انا مرتين. اوكي. اول مرتين اول مرتين. هنشوف. يبقى كابتن حماده صدقي مصمم على اول اغسطس. أسامة خد أول أغسطس ووفاء الصيف، كابتن حضرتك وفاء الصيف وحرية. وأنا جات لي حرية. على العموم الأهلي كل الفرق اللي هيلعبها، أي فرقة هيلعبها بالتأكيد إن شاء الرحمن عندنا ثقة في جهازنا، عندنا ثقة في لاعبتنا، بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي. في صورة يا سمير قبل ما أختم بعد إذنك لازم تعرضها لي، أنا بعتها لكم دلوقتي لأن فيها معاني كبيرة جدا 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 جدا، معنى الكبير والصغير والصغير والكبير، معنى القيم، معنى شوف يا كابتن الصورة دي وعلق لي عليها. دي في آخر مباراة لما تعور حسام عاشور. ده أكرم توفيق مع حسام عاشور. مش هلاقي أختم أحسن من كده أختم. عندك رسائل؟ ماشي يا ريت. لا الوضع أكرم جميل. لازم نختم بيها كمان تتعرض. الأهلي مع وفاء الصيف ده عز يا جماعة. أنا الاسم مش شايف حاجة خالص. يلا عبد الله. ماشي حبيبي يا كابتن سيد، وحشني يا كبير ومبروك لكل أهلاوية أعتقد وفاء الصيف. أوكي. وليد خلف الأهلي مع حرية يا كابتن سيد إن شاء الله. الجوكر أحمد فتحي وراجل اللقاء. مش مهم الأداء في الفترة ديت، إحنا كسبنا بس الدفاع مش كويس، ده وجهة نظر وليد خلف.
ابو حبيبه اتوقع الاهلي ووفاء الصيف، اتوقع الاهلي يبقى هيقابل وفاء الصيف ونجم اللقاء فتحي، وتحياتي ليك كابتن سيد ولضيوفك الكرام. رضوى الاهلي ووفاء الصيف ونجم المباراه معلول وازار وفتحي وكل بالي. عبد الرحمن اتوقع في وفاء الصيف والنتيجه هتبقى 3-1 للاهلي، ده من بدري شويه. بيتكلم على 3-1 في ماتش وفاء الصيف يقصد. محمود اهم من كل ده حضراتكم منورين شاشه النادي الاهلي اللي بعشقه، واتوقع للاسف وفاء الصيف. وللاسف ليه؟ يحيى وفاء الصيف وراجل مباراه هو ازار، ويا ريت ما نحملش على الشناوي لانه راجل راجع من اصابه. عندك حق، بتحصل في احسن العائلات، لكن هو كمان يعني يستفاد من كل شيء، ده شخصيه الشناوي يعني. احمد الاهلي مع حوريه الغيني باذن الله يا كابتن سيد، والاهلي بطل قادر يكسب اي فريق ودايما في تالق يا ابو الكباتن انت وضيوفك. عزيز الاهلي ووفاء الصيف في الجزائري وفوز الاهلي ان شاء الله رايح جاي بازارو وصلاح واداء الرجاله كلهم في الملعب. افريقيا يا اهلي. بيكا الاهلي واول اغسطس ان شاء الله افريقيا يا اهلي. يا كابتن سيد يا اهلاوي مساء الفل يا بيكا. شهد كل اللي يقدمه ربنا كويس يعني. شهد انا ما بقولكش انت هتخليه في مين. توقعك كل اللي يقدمه، طبعا بهزر معاك، كل اللي يقدمه ربنا كويس والحمد لله، وان شاء الله الاهلي يكون جاهز لاي مباراه ولا يهم وما يهمناش هنقابل مين. شهد اتوقع والتوفيق لينا والافريقيا للاهلي باذن الله تعالى، وتحياتي ليك يا كابتن سيد وكل نجومك، تحياتي ليك يا شهد. عبد الله الاهلي باذن الله هيواجه حريه الغيني ويعدي البطوله الاهلاويه باذن الله. علي معلول ورجل المباراه هو وازارو. ميدو انا شايفه ازاي؟ هو كاتب انا شايفه ان الاهلي ممكن يلعب مع وفاء الصيف. عصام سيد الاهلي واول اغسطس الغيني، هو اول اغسطس ده بطل انجولا يا عصام، وان شاء الله لا يكسب 2-0. انا البحر فريق حريه الغيني هيواجه الاهلي. طيب عايز اشوف الصوره تاني معلش، يعني انا بطول فيها كابتن حماده لان هي مهمه قوي، مهمه بجد، يعني ممكن تبقى من احلى لقطات اللقاء، يمكن احلى من الاجوان نفسها. طبعا جميله جدا، واكرم جميل، لا بتشوف الروح الحب بين اللعيبه اللي هو بينعكس عليك في الملعب، بينعكس على النتيجه بتاعتك في الوقت اللي انت ممكن مبقاش متفوق قوي ولكن بتكسب بالروح دي. الروح دي مهمه جدا، روح الفريق. ان اكرم بيلعب في مكان حسام، وحسام كابتن التيم، واكرم كاحتياطي بينزل يمكن جنب سيد، ولكن واضح الحب اللي بينهم، يعني التيم كله ده مش دول بس، لكن التيم كله في الروح الجميله دي هي اللي بتجيب المكسب. فطبعا صوره معبره بشكل كبير عن الروح بتاعت لعيبه النادي الاهلي بينهم من بعض. وقررت يا كابتن حماده في كذا موقف، يعني قررت قبل كده بين مروان محسن وبين ازارو، يعني الحمد لله عمرك ما تلاقي ازارو بيجيب الجول، يعني بتشوف فرق كتيره ما بيمثلوش، يعني في لعيبه كتيره جدا في فرق بتلاقي ايه مش بتبصيله، مش عارف ما يشوح له ويعمل له، يعني الحمد لله مش موجوده في النادي الاهلي. وروح الفانيله، روح الفانيله الحمراء، المنافسه اللي هي قويه شريفه، يعني في منافسه قويه بينهم، ولكن في اطار المنافسه، مش ما بتخرجش بره الاصول في حاجه. يعني ده سر تفوق دايما النادي الاهلي، حتى بالرغم انك انت ممكن تبقى تأدي مباريات ممكن بشكل وحش، لكن الروح اللي بتجمع دايما اللعيبه، تجمع اللعيبه بره اللي على الدكه، وتجمع اللعيبه اللي قاعده في بيوتها تتفرج على المباراه، هي دي الروح دايما السبب في سر دايما مكسب النادي الاهلي. لكن برضه يا كابتن سيد نقطة مهمة جدا، يعني احنا بنقول مين نجم المباراة، فبنعدد لعيبة ازارو، بنقول علي معلول، فتحي، كلوبالي، لكن النهاردة لو انا بتكلم عن نجم المباراة او نجم النادي الاهلي، الجهاز الفني باكمله، اللعيبة باكملها، كل القائمة بتاعت النادي الاهلي. انت النهاردة في أول يوم العيد بتلعب مباراة، بتعسكر في نفس العيد ونفس الأجازات، والناس بتخرج مع أولادها ومع أسرها، بتلعب رابع يوم، بتقعد في اسكندرية عشان تلعب مباراة النهاردة. فالنهارده هو نجم المباراه، هو كل الجهاز الفني وكل اللعيبه، الناس اللي بتضحي بوقتها ده كله عشان تقعد، عشان تقدر تسعد كل جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي النهارده كمان اللي بنعتبره من نجوم المباراه، اللي هو بيساند النادي الاهلي بشكل كبير جدا يا كابتن سيد، واحنا شفنا النهارده برج العرب يعني تحفه
او 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 برواز جميل جدا بيجمع بين جمهور النادي الاهلي اللي بيعشق النادي الاهلي وصاحب البطولات مع كل الاجيال اللي مرت على النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره، اللاعبين. الصوره واللقطه اللي انت اخترتها، لقطه المباراه، النجم الناشئ اللي بيطمن على كابتنه مثله الاعلى، يعني اكرم مثله الاعلى حسام عاشور بيطمن على كابتنه مثله الاعلى، واخد بالكم بيروح يطمن عليه. دي يعني كانت لقطه بتدل على النادي الاهلي عنده من المبادئ وعنده من القيم وعنده من المثل وعنده من الحاجات اللي بيدفع بيها جميع المؤسسات اللي احنا بنشوفها. النادي الاهلي مؤسسه كبيره رياضيه، يعني تدرس زي ما بيقولوا. هو ده الروح، روح الفانيلا الحمراء اللي موجوده بين اللاعبين وبين الجهاز، هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي طول عمره متميز في كل البطولات. نورتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن سعيد، والف مبروك للنادي الاهلي. طبعا سعيد بحماده واسامه، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ما قلتش لكابتن اسامه متشكرين على البيتزا. كابتن اسامه النهارده عامل معانا واجب، يعني لا بقول لك واجب جامد، واجب جامد. كابتن حماده هو ده اللي كسبنا المباراه، يمكن الدفعه بتاعت اسامه النهارده وهي دي روح الفانيلا الحمراء. دي روح الفانيلا الحمراء. سخنا يعني النهارده بكميات كبيره من الفطير. جامد كتير وبيتزا، لا جامد جدا. وبيتزا وفطير وكرك اسامه يعني. الحمد لله النهارده. سعيد ما قامش معانا بوجب، بس سعيد بيقوم بالسيدات اللي فات كان بيقوم معانا بوجب. اي خدمه والله، دي حاجه النهارده مش عارف، بس النهارده مطنش انت. شاكرين يا كابتن سيد، مبروك للنادي الاهلي. الله يخليك يا كابتن سيد، انا سعيد موجود النهارده معاكم، ويا رب على طول نفرح كده دايما باداء النادي الاهلي والنتائج الطيبه طبعا. نورتنا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن سيد، وكنت سعيد موجود معاك النهارده ومع كباتننا الكبار، ومبروك على جميع النادي الاهلي النهارده ان شاء الله، ومزيد دايما من المكسب ان شاء الله يا رب. جمهور الاهلي يقول لكم واحده واحده للبطوله.